بالتأكيد قدم فخامة رئيس الجمهورية واجب العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولأسرة الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه وطيب الله ثرى. كذلك هنأ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة الشعب الإماراتي في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا فخامة الرئيس عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتدادا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. وبالتأكيد احنا من جانبنا كبرنامج وبالتأكيد ايضا يعني احنا عموما الشعب المصري بيتقدم بكل العزاء الحقيقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولأسرة زايد بالكامل، وكذلك بالتأكيد بنهنئ الشيخ محمد بن زايد على توليه هذه المهمة شديدة الأهمية في فترة شديدة الصعوبة بتمر على العالم كله. خلونا بعد إذن حضراتكم نسأل إيه هي البدائل المتاحة اللي المفترض إن الدول تبدأ تاخدها، يعني إجراءات تاخدها الدول علشان مواجهة ارتفاع معدلات التضخم؟ إيه اللي المفروض يجرى؟ يعني كل دولة بالتأكيد، أي دولة في الدنيا ليها خصوصية مجتمعها وخصوصية أوضاعها الاقتصادية، ليها خصوصية سياساتها النقدية والمالية إلى آخره، وبتختلف الأمور بالتأكيد من دولة إلى أخرى. فالوضع في مصر صاحبة 110 مليون مواطن تقريبا غير الوضع في دولة تانية ممكن تبقى 80 مليون مواطن. الوضع في دولة مواردها الاقتصادية قد تكون شديدة الضخامة غير دولة مواردها الاقتصادية قد تكون محدودة نوعا ما. بس الأول تعالى نسأل، هو يعني إيه التضخم؟ ده سؤال مهم. طيب وفي حاجة تانية بقى اسمها الركود التضخمي، ودي الأزمة الكبرى اللي ممكن تحصل في العالم فيما بعد. التضخم حضرتك بمنتهى البساطة يعني القيمة الشرائية بتاعت العملة تقل. مثلا حضرتك تيجي تقول مثلا والله أنا من 20 سنة كنت بدفع جنيه تمن كيلو أي حاجة، جنيه تمن حاجة ساقعة، دلوقتي هدفع مثلا جنيه ونص، هدفع 2 جنيه. ده كده معناها ان في تضخم في السعر، يعني القيمة الشرائية بتاعت العملة تقل. طيب وايه هو الركود التضخمي؟ الركود التضخمي يا فندم هو انه الاسعار تبقى عالية جدا. طيب وهل ده معناه انه هيحصل بسبب الاسعار العالية حالة من حالات الركود؟ بالتأكيد. يعني ايه ركود؟ ركود يعني البضاعة موجودة، موجودة وكتير، من المفترض ان البضاعة لما تبقى موجودة وكتير سعرها يقل، لكن هي سعرها ما بيقلش، فالناس ما بتشتريش بل بالعكس سعرها يزيد. طب هنا المعادلة اختلت يا عم يوسف اقتصاديا. اقول لك هي البضاعة سعرها ما بيقلش لانه تكلفة انتاجها قاعدة عمالة بتزيد، فبتزيد اكبر من القدرة بتاعت القوة الشرائية للمجتمع، فتفضل البضاعة كتير موجودة على الارفف ومحدش بيشتري. بعد شوية تبدأ يتوقف حاجة اسمها سلاسل الانتاج، يعني من أول المادة الخام لحد المنتج النهائي مش بيمر عليها عمليات تصنيع وتعبئة وتغليف وتصدير، فالتكلفة دي تبدأ تزيد. فعلشان ما البضاعة ما بتتباعش تبدأ سلاسل الانتاج تعمل ايه؟ تقلل من حجم المنتج لأنه أصلا بتنتج ومفيش حاجة بتتباع. طيب خلونا نحاول نفهم بقى أكتر على مسألة السياسات والإجراءات اللي تاخدها الدول علشان تحد من هذه الموجة التضخمية. أنا بس بالمناسبة عايز أقول لك حاجة، لولا الإجراءات الاقتصادية اللي حصلت في مصر من 2016، وده بجد ودور ورايا ولسه هنسأل أكتر في الموضوع كمان من الباحثين وأساتذة الاقتصاد، لولا الإجراءات الاقتصادية اللي مصر خدتها من 2016، إجراءات شاملة، يعني شاملة كده زي مثلا إيه، زودنا الرقعة الزراعية بتاعت القمح وبنينا صوامع حديثة وكتيرة وطاقتها الاستيعابية أكتر، دي طريقة. وفي حاجة اسمها السياسة النقدية زي إجراءات التعويم اللي اتعملت في 2016 في نوفمبر، إلخ زي زيادة معدلات الإنتاج أو دعم المصنعين وهكذا. الإجراءات دي لو ما كانتش حصلت يا مولانا كان الدولار النهاردة ممكن كان يخبط 30 جنيه وش، لولا اللي حصل ما كناش عدينا لا بالطول ولا بالعرض. طب نحاول نفهم أكتر ونصحح المفاهيم كمان. دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بك يا دكتور.
اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، والله بخير الحمد لله. معلش المذيع ادلى بدلو في شرح التضخم والركود التضخمي، ارجو تكون حضرتك سمعت فصححني لو انا مش مصيب. يا فندم المذيع اجاد والله. لا يا فندم العفو. الله يخليك. ده كان اوصف بشكل اكتر يعني. ارجوك. هو بشكل يعني ابسط، ان هو احنا عندنا المفروض انه كل لما السلع قلت في السوق كل ما سعرها ارتفع. صح. اللي بيحصل في الركود التضخمي هو انه السعر بيرتفع في ظل ان ما حدش بيطلب السلع، يعني زي مثلا ما يكون عندنا حد بيبني بيت، طبعا طول ما احنا عندنا فلوس في السوق عاوز تشتري البيت دوت سعره بيرتفع، البايع بيبيع لاعلى سعر. طب اذا كان ما فيش حد عاوز يشتري المفروض ثمنه يقل. اللي بيحصل بقى في الركود التضخمي ان هو السعر عمال ما يرتفع رغم ان ما حدش عاوز يشتري. مظبوط. وده بيضغط في الناحيه الاولى انه المستهلكين مش بياخدوا بضاعتهم، مش بيقضوا حاجتهم من الاخر، وفي نفس الوقت المنتجين مش بياخدوا مقابل السلع بتاعتهم لانه ما فيش فلوس في السوق، وفي نفس الوقت مش عارف يعمل سلعه جديده علشان يبيعها. فبالتالي الجانبين بتوع العرض والطلب بيبقوا واقفين تماما في سوق الركود التضخمي ده، والركود التضخمي ده واحده من اسوء الحالات اللي ممكن تواجه اي اقتصاد، لان الظاهرتين عكس بعض. يعني زي ما يكون كده انا عندي سخونيه شديده جدا وفي الداخل نزيف، اذا حاولت اقلل النزيف في الجسم السخونيه ترتفع، اذا حاولت اقلل السخونيه النزيف يرتفع. فاحنا دلوقتي عندنا حالتين، الحالتين ضد بعض. اذا اخذت دواء علشان اعالج التضخم الركود بيزيد، لانه طبعا زي ما حضرتك عارف عشان اقلل التضخم دوت بقلل المعروض النقدي في السوق، يعني اقلل السوق النقدي بالناس، او مثلا ازود الضرايب عليهم بحيث ان يبقى الفلوس اقل فالسلع تقل وهكذا. طب لو انا عاوز احارب الركود اعمل العكس، ازود الفلوس اللي في ايد الناس اديهم مرتبات اكتر اعمل كده. المشكله ان انا عندي الظاهرتين شغالين مع بعض بالتوازي، فاذا زودت اذا حاولت احارب الركود التضخم بيزيد، طب اذا حاولت احارب التضخم الركود بيزيد، والاثنين شغالين مع بعض بيخنقوا السوق. طب الحل ايه؟ كده صحيح. الحل بقى ان احنا البنوك المركزيه والوزارات الماليه بتعمل حاجه اسمها السياسات غير التقليديه. السياسات غير التقليديه دي يعني اشتغلت كده من بدايات التسعينات عشان تواجه ازمات الركود اللي حصلت في الدول الناميه، اهمها مثلا انه البنك المركزي بنفسه بيتدخل علشان يحارب يعني يعرض فلوس في السوق من غير سلاسل الامداد بتاعت البنوك. زي ايه مثلا؟ زي مثلا دلوقتي انا عندي شركه عليها مثلا 2 مليون جنيه ديون. لو انا دلوقتي الشركه عاوزه تسدد ديونها علشان تبدا تكمل شغل، المفروض انها تروح تاخد قرض من البنك. المشكله ان البنك لما يدي لها القرض دوت بياخد عليها فلوس. طبعا. طب انا لو التكلفه، فالبنك المركزي يعمل ايه؟ يقول لا تعالي خدي مني الفلوس مباشره من غير ما توصلي البنوك، وانا كده قللت سعر الفايده اللي هتاخد بيه. او البنك المركزي يدخل يشتري حصص في الشركه نفسها بحيث ان هو يدي لها فلوس بشكل كبير من غير ما يرفع عليها التكلفه، وبكده يبقى قللنا التكلفه على المستهلك النهائي برقم كبير جدا، وفي نفس الوقت ادينا للمستثمر فلوس في ايده من غير ما يرفع عليه التكلفه. ده شويه هل ده شويه شبه اللي حصل في امريكا 2008 لما بدات الحكومه تتدخل لدعم صناعه السيارات على سبيل المثال، وبدات بالفعل تخش تضخ فلوس جوه شركات ومصنعين السيارات الكبار بالولايات المتحده الامريكيه؟ ده هو ده بالظبط، هو ده اللي حصل بالظبط وحضرتك وصفته صحيح. هو ده الادوات، عشان كده بيسموها ادوات السياسه النقديه غير التقليديه، لان حضرتك عارف الادوات التقليديه دي اللي هو مثلا ارفع سعر الفايده او اقلله، ادخل اشتري الفلوس اللي في السوق او اعرضها، السندات اللي في السوق او اعرضها، ادخل دي اسمها عمليات السوق المفتوح وهكذا. دي عمليات تقليديه او مثلا ارفع الاحتياطي اللي عند البنوك، الاحتياطي اسمه الاحتياطي الالزامي اللي البنوك ملتزمه فيه بالاحتفاظ برقم معين من السيوله في حساباتها، يا اما ارفعه يا اما اقلله. لو رفعته مثلا الزم البنوك بالناس تحتفظ برقم اكبر، ده معناه ان السيوله هتبقى قليله في السوق. طب لو مثلا انا كان المفروض احفظ ب 5 مليار جنيه وقلت له احفظ ب 2 مليار، ده معناه ان هو يبقى عنده فلوس اكتر يعرضها وبالتالي المعروض يزيد. الادوات دي بتعمل حاجه من الاثنين، يا اما ترفع المعروض النقدي يا اما تقلله. لكن ادوات السياسه النقديه غير التقليديه دي بتدخل تعالج الازمه من ناحيتين من غير ما تاثر على حاجه. المشكله ان هي الادوات دي بتحتاج وقت طويل عبال ما تشتغل. ليه؟ لانه عبال انا مثلا عندي مثلا 300,000 شركه في السوق، عبال ما اوصل ل 300,000 شركه وعبال ما اتفاوض معاهم اشتري منك بكام واعمل بكام، ده بياخد وقت. فعشان كده ده الركود التضخمي ظاهره رخمه جدا وعلاجها بياخد وقت طويل، وعلاجها صعب ومكلف كمان، وبيخرج جزء كبير من شبكه الامان بتاع الاقتصاد زي البنوك مثلا بيخرجها من المعادله.
لكن بيبقى لازم ياخد الموضوع ده. طب هل وزاره الماليه ممكن تعمل اجراءات؟ ايوه ممكن تعمل اجراءات، زي ان هي تستهدف ناس معينه بالدعم بعينها. انا انا مش عاوز اعلي الاستهلاك في السوق كله، لكن في ناس معينه لازم اوصل لها، وده يبقى محتاج ايه؟ ان انا يبقى عندي قاعده بيانات واسعه جدا وقاعده بيانات دقيقه، علشان ما حدش ياخد فلوس اكتر من المطلوب له. فانا مثلا عندي الناس اللي في ادنى السلم، سلم الدخل يعني، اللي هم مش بقى الناس اللي هم الفقراء تحت خط الفقر، انا عاوز اوصل دول بالذات، بحيث ان هم دول انا عارف ان الفلوس اللي هياخدوها هيوجهوها لشراء سلع استهلاكيه اساسيه زي الاحذيه والملابس، دي اللي بتشغل مصانع. مش عاوز حد يستهلك استهلاك طرفي يعمل عليها اعباء تضخميه. مثلا ما يروحش مثلا يشتري مثلا يعني اكل للحيوانات مثلا، رغم ان ده حاجه مطلوبه، بس انا مش عاوز الفلوس اللي هدخلها السوق تروح لده دلوقتي. انا عاوز يروح لسلع بتشغل مصانع في الداخل عندي مش سلع مستورده، وهكذا. فبيحتاج قاعده بيانات ضخمه جدا، ودي قاعده البيانات اللي الدوله حاولت تعملها الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. في زمان حضرتك قلت كده في برنامج الدفاع الاقتصادي، لو حضرتك فاكر الرئيس كان قال ان احنا نعمل حاجه اسمها عقل الدوله المصريه، بيجمع قواعد بيانات بشكل كبير، وده جانب من اللي حضرتك بتقوله، ان لو برنامج الدفاع الاقتصادي ما كانش اشتغل ما كانش موجود حقيقي دلوقتي، كان زماننا في ورطه كبيره جدا. كان زماننا على فكره بنحفر الاسئله بنفسنا، مش بس عشان العرض السلعي كان قليل، لا علشان ادوات معالجه الازمه نفسها اللي هي المعلومات اصلا ومعرفه السوق والخطوات اللي انا باخدها ماشيه ازاي، ما كانش هتبقى معايا. البنك المركزي لو حضرتك متابع الفتره اللي فاتت كلها، اخد شويه اجراءات مهمين جدا للسيطره على السوق. هياخدها ازاي من غير معلومات، من غير قواعد اللي حد بيتكلم عليها دي؟ قواعد تنقيط الدعم وتوجيهه اللي بتعملها وزاره التموين مبني على قواعد معلومات وبيانات، اتعملت في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهكذا. البرنامج كان شامل لوائح كبيره جدا. الناس بس فاكره ان البرنامج كان شامل تحرير سعر الصرف واعاده هيكله الدعم، لا، البرنامج بنى حرفيا البنيه التحتيه المصريه والبنيه المعلوماتيه المصريه من اول وجديد. لانه كان البرنامج قايم على فكره الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد، مش اصلاح شكلي او خارجي مجرد بس ان احنا بنحرض سعر الصرف او ان احنا بنقدم دعم لفئات اكثر احتياجا، انه لازم يحصل اصلاح هيكلي. طيب العالم دلوقتي مرعوب من انه امريكا يحصل فيها ركود تضخمي، ولو حصل فيها ركود تضخمي بالفعل ده هيؤدي إلى موجة من الارتدادات الاقتصادية على العالم كله باعتبارها الاقتصاد الأكبر والأكثر تأثيرا نظرا لحاجات كتير زي ارتباط السعر بالدولار، سعر البترول بالدولار، سعر التصدير أو الاحتياطيات المركزية أو الفدرالية في العالم برضو مربوطة إلى حد كبير في الدولار إلا باستثناءات قليلة جدا. هل فعلا من الوارد أنه يحصل ركود تضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وإن حدث، تتصور احنا نقدر نعالج الازمه دي من ناحيتنا احنا في اطار اقتصادنا ازاي؟ لا، هو فضل احنا بقينا متاكدين او شبه متاكدين ان هو هيحصل ركود تضخمي، يعني احنا خلاص يعني العالم دلوقتي خلاص بقى بيأهل نفسه انه الولايات المتحده الامريكيه داخله على ركود تضخمي، وكل بنوك العالم وكل ادارات العالم دلوقتي بقت بتتكلم على انا هتعامل ازاي مع الازمه. زي ما حضرتك شايف مثلا دلوقتي البنك المركزي عندنا يعني بيحاول يقلل هروب الدولار للخارج عشان يبقى عنده فلوس موجوده يقدر يشتغل بيها وقت الازمه لما تحصل. وزي ما حضرتك شفت مثلا الرئيس عشان برضه يزود الاستهلاك، عشان يزود الانتاج ويحفز عمليات الاستهلاك رخيصه الثمن، دخل مع البنك المركزي في اجراءات وقال يا جماعه ان احنا هنخلي البنك المركزي والحكومه المصريه يسهلوا اجراءات استيراد المواد الوسيطه، والمواد الوسيطه بالذات او مدخلات الانتاج. ليه؟ لان مدخلات الانتاج دي بتشغل المواد دي بتدخل احنا بنضيف عليها قيمه مضافه فبتشغل عمال طبعا، وفي نفس الوقت بتقلل السعر النهائي على المستهلك علشان يستهلك اللي هيستهلكه بثمن اقل، وانا كده خدمت المنتج وخدمت المستهلك في نفس الوقت. انا بقول لحضرتك انه اجراءات مواجهه الركود التضخمي بقت فعلا شغاله من دلوقتي، لان العالم خلاص بقى متاكد بنسبه 95% لو ما فيش معجزه اللي هي حصلت احنا داخلين على موجه ركود تضخمي، والموجه ممكن تكمل معانا. موضوع الركود التضخمي ممكن يكمل معانا لحوالي مثلا 7 أو 8 شهور كاملين، بعد لما بعد لما الازمه الروسيه الاوكرانيه تخلص. مش بقى كمان يعني في بقى ناس يعني بتتوقع وضع اسوء بكتير، ان يتزامن علينا الازمتين مع بعض، يحصل عندنا الازمه الروسيه الاوكرانيه شغاله، ويحصل معانا في نفس الوقت كمان موضوع الركود التضخمي اللي هيصيب السوق في الولايات المتحده الامريكيه والغرب بشكل عام. وبعدك ان احنا عندنا الجهه الثانيه الصينيين عندهم دلوقتي موجه ركود فظيعه طبعا. الاقتصاد الصيني بيحاول يتزق بكل الطرق، وعندنا معروض نقد كبير جدا بيحصل في الصين، ومع ذلك السوق مش ماشيه كويس. السوق العقاريه في الصين واقعه،
العكس حصل في الغرب. يعني عندنا عالم دلوقتي يعني ماشي بمستويين ميتين، يعني رغم ان ده المفروض ما يحصلش في عالم منفتح التجاره فيه شغاله بالوضع ده، لكن انا بقول لحضرتك احنا عندنا لتراكم الازمات اللي حصلت الفتره اللي فاتت كلها اضطراب بشكل عام في الاقتصاد العالمي، وكمان محاولات لاعاده تقييم النظام العالمي الاقتصادي كله، سواء بقى من حيث عملات التداول، طريقه تداولها، العملات المسيطره، الاقتصادات الحاكمه، اللاعبين الاساسيين، قواعد التجاره والحمايه، كل دوت بنتكلم دلوقتي عن ان احنا ممكن نشهد اعاده لهيكلته واعاده لصياغته بالكامل في ظل الازمات المتتاليه اللي حصلت والصدمات اللي بتتلقاها الدول وبالذات الدول الناميه المضروبه بشكل كبير جدا من الازمه اللي بتحصل دول، ما لهاش اي دخل فيها. طب تعتقد الدكتور ده من شانه انه يبدا يخلق شكل جديد مثلا من فك الارتباطات الاقتصاديه بالدولار الامريكي، او محاوله لهذا الانفصال، او تعديل هذه الارتباطات اللي كانت مستمره من سنه 44 لحد يعني صدمه نيكسون اللي حصلت في اول السبعينات ووصولا الى هذه المرحله؟ هل ده برضو من شانه انه يخلق تكتلات اقتصاديه جديده ما بين دول لم يكن بينها تكتل اقتصادي او اسواق مشتركه جديده؟ صح. ان هو طب بالنسبه للسؤال الاول بتاع الدولار، احنا يعني خلاص يعني بقينا برضو شبه متاكدين ان احنا في زمن افول الدولار كعمله مسيطره على التجاره العالميه او على الاقتصاد العالمي. بس دوت هل ده هيحصل السنه اللي جايه اللي بعدها؟ لا، ده هيحصل على المدى البعيد. احنا بنتكلم فيه 20 ل 30 او حتى ال 50 سنه، وده له سببين. السبب الاول هو ان الولايات المتحده الامريكيه بتمعن في استخدام الدولار كاداه للعقوبات، وده بيقلل الموثوقيه فيه. يعني لما انا دلوقتي بستخدم عمله انت يعني بخزن عمله انت تقدر في اي وقت تستخدمها ضدي كسلاح، فانا عاوز اقلل انكشافي على السلاح ده او اقلل فعاليته ضدي لو هو هيستخدم معايا. فبالتالي انا بحاول اقلل المخزون الدولاري اللي عندي واستبدله بعملات ثانيه، بحيث ان انا يبقى عندي كومباينيشن كبيره كده او توليفه كبيره اقدر استعملها. اخر الدول اللي عملت كده اخر الدول كانت اسرائيل، زي ما حضرتك كنت تابعت يعني طبعا، جابت 200 مليار يوان دخلتهم في الاحتفاظ بتاعها. مصر مثلا استخدمت جزء كبير جدا من حوالي 2.8 من 10 مليار دولار اشتريت بيهم ذهب علشان نفس الموضوع. الهند عملت نفس الموضوع، تركيا عملت نفس الموضوع. عدد كبير جدا من دول العالم بيقلل المخزون الدولاري بتاعه في مقابل يا اما عملات اخرى او مخزون ذهب. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا كان الدولار بيسود لانه بيستخدم اساسا في التجاره العالميه كعمله وسيطه ما بين كل العملات. صحيح. دلوقتي بقى يظهر عندنا عملات جديده زي العملات المشفره، ودي لو انتشرت واخدت مشروعيه هتحل جزء كبير جدا من الورطه اللي العالم موجود فيها. وطبعا ابرز واحد في العملات دي يعني في العملات المرشحه ان هي تاخد الدور ده مكان الدولار او تحل جزئيا مكانه، مش بقى البيتكوين، لا، اليوان المشفر او الكريبتو يوان. اليوان المشفر هو ابرز العملات اللي ممكن تاخد جزء كبير جدا من السوق من الدولار، لانه الصين بتصنع جزء كبير جدا من السلع النهائيه اللي عدد كبير جدا من الدول عاوزها، وبالتالي ممكن تفرض استخدام الكريبتو يوان في التعامل، وعدد كبير جدا من الدول هتبقى مرحبه بيه في ظل الوضع اللي بقول لحضرتك عليه من الامعان في استخدام العقوبات. اخر حاجه، تنوع مصادر الطاقه اللي حاصل دلوقتي في العالم. البترول زي ما حضرتك عارف مثمن، والغاز مثمن بالدولار. فلو احنا دلوقتي بقى عندنا مصادر جديده من الطاقه بتنتج محليا وتباع محليا، يبقى انا في عدد كبير جدا في من الحالات مش هبقى مضطر استخدم السعر العالمي. يعني مثلا لو انا عندي مثلا منطقه زي الولايات المتحده الامريكيه بتنتج كميات كبيره جدا من الطاقه المتجدده وبيعها للمكسيك وكندا، هستخدم الدولار. او لو انا العكس بقى، لو انا عندي مثلا المجموعه من الدول الافريقيه مثلا زامبيا وتنزانيا بيستخدموا مجموعه من الطاقه المحليه، مش لازم خلاص استخدم الدولار، ممكن استخدم عملات محليه، ممكن استخدم يورو. ليه؟ لان دي عمله، دي طاقه بتنتج محليا بيختلف تثمينها في كل الاوقات باختلاف المنطقه، وبتباع محليا وبيختلف استهلاكها باختلاف المنطقه. فبالتالي الدولار سيطرته بتقل على الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، وده بقول لحضرتك واحد من محركات تغير شكل الاقتصاد في المستقبل. يعني عظيم جدا، بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر لدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. عايز اقول لك ان هو فعلا يمكن خلال العشر سنين اللي فاتوا في دول كتير جدا في العالم، ومن ابرزها الصين والهند على سبيل المثال، وعدد من الدول العربية على سبيل مثال اخر، اصبحت بتزود المخزون الذهبي بتاعها في بنوكها المركزية والفيدرالية. اكبر
دولة بتستورد ذهب في العالم هي الصين، تليها الهند، ده على سبيل المثال للحصر. كده بقالهم 10 سنين هم مش أعلى احتياطات ذهبية، أنا بكلمك على أنه دول أعلى معدلات استيراد، وكأنه الكل كان يترقب هذا اليوم. هل كان حد عارف أنه هتحصل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ بالقطع لا، لكن الكل كان أو بعض الدول كانت حريصة كل الحرص على فك الارتباط ما بين الدولار وما بين التجارة الدولية بشكل عام. مؤخرا هذه الحرب أصبحت بتنذر فيه أنه وارد جدا يتم فك الارتباط ما بين الدولار وما بين البترول، وبالتالي كلمة البترو دولار دي تبدأ تنتهي شيئا فشيئا. هتاخد وقتها يعني، مش سنة ولا اتنين. احنا لو افترضنا أن الحرب الروسية الأوكرانية خلصت النهاردة، فالتبعات الاقتصادية بتاعتها فيها سنتين ثلاثة بعد الحرب، ده على سبيل المثال. فك الارتباطات ما بين الاقتصاد العالمي وما بين الدولار هتاخد لها أكتر من كده بالقطع، ممكن تبقى 10 أو 15 سنة. انت في النهاية خلص عاوز تغير اللي بيحصل في العالم من منتصف القرن العشرين حتى هذه اللحظة، يعني من حوالي 86 سنة في ارتباط ما بين التجارة الدولية وما بين الدولار. فأنت لو افترضنا أنه الأزمة الحالية هتؤدي إلى فك هذه الارتباطات فيها تاخد لها وقتها. غير كده بقى، وهو خبر حلو بالمناسبة ورائع ولازم تقعد تتفرج عليه، حرص أبو الصلح، حرص كريزة الكرة العالمية بفانيلته الحمراء دي، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فيحرص على الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا من ملعب ويمبلي. مفاجأة تحفة تجنن. بص ادي مؤمن اهو، ربنا يا رب يقومه بألف صحة وبسلامة. انت تتفرج هنا بقى على النادي ليفربول وبقيادة صلاح في هذه الاحتفالية، وهم مدين الكأس لمؤمن زكريا وقاعدين عمالين بيغنوا وبيتنططوا ما تجيبوا لنا الصوت يا جماعه وسمعوا الناس الصوت والفرحه والهيصه. صوره صامته دي ما ينفعش، سمعونا الزيطه دي، فرحه دي حاجه حلوه حلو. فهنا بقى تشوف اولا طريقه التفكير والتركيبه الشخصيه بتاعت محمد صلاح، ده على سبيل المثال يعني، ده كده ايه لمحه. هنا تشوف الراجل ده انسان الى اي مدى، إنسان بني آدم عنده شعور وعنده أحاسيس شديدة الرقي، عنده مخ إنساني، قلب مفعم بالمشاعر، بني آدم، بني آدم حلو من جوه، يعني مش بس صاحب القدم الذهبية ربنا يديله الصحة ويديم عليه هذه الموهبة، هو بني آدم من جواه قلب من ذهب كده. أنا فاكر كان زمان عندنا في المدرسة قصة كنا بناخدها وإحنا صغيرين في ابتدائي 5 ولا 6 ابتدائي أظن، كان اسمها ذات القلب الذهبي، كانت بطلتها بنت اسمها زين من السودان، أنا فاكر كويس جدا جدا يعني. طيب فهنا تبدأ تشوف، شايف الاحتفال. طيب محمد صلاح بقى يقود الفريق كله بتاع ليفربول للاحتفال مع مؤمن زكريا، أنت متصور ده يرفع من الحالة النفسية والروح المعنوية لمؤمن زكريا إلى أي مدى، وتعجل بإذن الله سبحانه وتعالى بشفائه وبتعافيه؟ الحاجات اللي زي كده بتفرق مع البني آدم، الحاجات اللي زي كده جت بعفوية وبإنسانية شديدة من محمد صلاح، استقبلها فريق ليفربول الإنجليزي الحقيقة برضو بمنتهى النبلة بمنتهى الرقي، مفاجأة شديدة السعادة. يكشف عليها كان محمد صلاح بنفسه، يعني هو اللي حط الفيديو ده على الحساب بتاعه على إنستجرام علشان يشاركه مع الناس كلها، هو اللي دعا مؤمن زكريا علشان يحضر كأس الاتحاد الإنجليزي من مدرجات ملعب ويمبلي، يعني هو اللي كان حارس على ده. ويشارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في هذه الاحتفالات، ويبقى يعني اللقب بتاع كاس الاتحاد الانجليزي على حساب تشيلسي. شوف والله لازم، انا فرحان باللقطه دي جدا. شايفين الصوره كمان اللي على الشاشه حلوه ازاي؟ بالمناسبه البطوله دي ليفربول ما خدهاش من 2006، يعني النصر المؤزر، يعني عارف كده العيل اللي جه بعد شقه، هو ده الكاس، ده بطولة الاتحاد الانجليزي ليفربول ما خدوش من 2006. يجي بقى محمد صلاح ابو الصلح هذه الكريزة العظيمة المستوية، تقرر انه يعزم مؤمن زكريا احضر معانا الماتش،
اولا هيحضر الماتش فهيبقى سعيد، وده وكأن محمد صلاح ضامن المكسب وضامن الفوز. الله عليك ابو الصلح. طب ما كسبناش مش مهم، مؤمن زكريا معانا. طب كسبنا، مؤمن يحتفل معانا. اظن مفيش ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من ذلك. تيجي تقول لي محمد صلاح ما شاء الله عليه بقى واحد من اهم لاعيبه العالم، ليه؟ عشان كده، مش بس عشان موهبته الرياضيه، مش علشان رجله اللي من ذهب، بس عشان قلبه الذهب. تركيبه على بعضها، هو النجاح كده. عشان توصل لهذا المستوى لازم تبقى كده، عشان تبقى عالمي لازم تبقى كده. فيتحول صلاح لمدرسة بحد ذاتها. هل صلاح أنت متصور أنه قدوة لعيبة الكرة بس؟ هو قدوة لكل الرياضيين بالمناسبة. أي رياضي عاوز يبقى محمد صلاح في لعبته. طب هي في الرياضة بس؟ أي واحد عاوز يبقى محمد صلاح في مهنته. ده محمد صلاح في الصحافة، وده محمد صلاح في الطب، وده محمد صلاح في الهندسة، وهكذا. الكل هنا أصبح لدى المصريين حلم قائم بحد ذاته في شكل واقعي، اسمه أنه شاب صغير جاي من بلادنا في أرياف مصر يتحول إلى واحد من أهم لعيبة العالم، إن لم يكن أهمهم في الفترة الحالية ما شاء الله عليه. وبالتالي الناس تبدأ تحلم أكتر، وسقف الطموحات يرتفع، ويقول لك زي ما محمد صلاح عمل كده في الكورة، أنا هعمل كده في العلم بتاعي، هعمل كده في المهنة بتاعتي، وما إلى هعمل كده في الرياضة بتاعتي. تعالوا بقى نسمع صوت الفرحة والانبساط والزيت، كفاية الابتسامة اللي مرسومة على وش مؤمن. كلام بقى الرياضي الدبجات، فاز ليفربول على تشيلسي في المباراة اللي أقيمت ما بينهم في مساء السبت على ملعب ويمبلي، وكده يبقى ليفربول حصل على هذه البطولة لأول مرة من عام 2006، فاز بضربات الترجيح بنتيجة 6-5. كل ده حلو، اللي أحلى احتفال صلاح ومؤمن زكريا. فاصل ونكمل الكلام. بصوا انا عايز اتفك معاكم بكلمتين بقى بصراحه، ومش قادر وحابسهم في زوري من اول الحلقه لاسباب عده، يعني مش مهم مناقشه الاسباب، المهم الكلمتين اللي محبوسين في قلبي. يعني انا فعلا مش هزار، والله 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 وحياه ولادي، انا بستاء جدا لما اسمع جمله كده على شاكله هو الرئيس السيسي عمل لنا ايه؟ احنا مش شايفين ان في حاجه حصلت. طب بتستاء ليه يا يوسف؟ اقول لحضرتك بستاء ليه. علشان الرئيس السيسي الحقيقه عمل والعهدة على المذيع، فان اراد يعني احد المشاهدين انه يلوم اهلا وسهلا، مش عاوز يلوم اهلا وسهلا، يحب يثني ويثني على الكلام اكون مرحب وشاكر. هو عمل اللي ما عملوش محمد علي، او بالادق اللي ما تعملش حتى أيام محمد علي وحتى هذه الفترة. يعني من 1805 ما فيش حد عمل من حكام مصر اللي عملوا الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت مبالغ، انت بتطبل. تعال خدها لك واحدة واحدة وهوصلك لحدث من الأحداث اللي بتجرى النهاردة. معلش يا نديم أنا عايز أطول، وقول لي طول معلش، لأن الموضوع بصراحة بالنسبة لي شديد السخافة. أنا من الناس اللي ما بتحبش إغفال الحقوق، أنا شخص مش فاضل، يعني ياما غلطت في حياتي وياما عكيت وحكمت أحكام خاطئة من هنا لحد بكرة، وعندي أظن حاجات كويسة، أظن ذلك، أتمنى يعني، واللي يقدر ده ربنا سبحانه وتعالى. بس فعلا أنا طول عمري شخص حقاني، وموتي وسمي مسألة إغفال الحق. أنا هسألك، هو حضرتك كمواطن اللي بيقول الجملة بتاعته وعمل لنا ايه؟ انا مش شايف، بالعكس بلد. ممكن حضرتك تقول لي حياتك كانت عاملة ازاي سنة 2014؟ لا بلاش بلاش، سيبك من دي سيبك من دي، ده انا هجيب لك حاجة احلى.
كلنا سمعنا عن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، ده اللي هو مشروع اسمه الدلتا الجديدة، مش مشروع زيادة الرقعة الزراعية في أرجاء مصر، الدلتا الجديدة بس، ده غير توشكا غير سينا غير غير غير. أنا كان مجرة العادة بوظت البتاعة اللي بنحطها في ودنا، بس هحاول أصلحها وأنا معاكم كويس؟ طيب أنا بقعد أفكر وأقول يا رب يا رب، هو الأراضي بتاعتنا مثلا اللي في الدلتا الجديدة دي اللي هي عند الضبعة والحتة الحلوة دي اللي 2.2 مليون فدان دول، هم مش دول طول عمرهم بتوعنا؟ آه مش احنا طول عمرنا عايشين على الأرض دي؟ آه يعني احنا مثلا لو قلنا احنا حضارة يزيد عمرها عن 8000 سنة، آه يعني الأرض دي طول عمرها ملكنا بقالنا 8000 سنة. انسى 8000 سنة، خشلي على مصر الحديثة 1805 حتى هذه اللحظة. هو ليه محدش فكر على الإطلاق على الإطلاق في زراعة منطقة في حتة اسمها الضبعة فيها مساحة صالحة للزراعة تقدر ب 2.2 مليون فدان؟ ده توشكا بالمناسبة، ومش هرجعك على كلمة توشكا قديمه عشان في ناس بتزعل، سيبنا من توشكا قديم واللي فضلت تقريبا تقريبا مش بالكامل تقريبا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وكان واحد من المشروعات التي تعتبر الفنكوش الاكبر في ماضينا القريب اللي ما ينفعش ننسى ذلك، لكن سيبنا من ده وهجي لك على توشكا بعد شويه. السؤال هو حط نص الصوره انا نديم ونص الصوره للحقول الرائعه دي، عشان انت عارف لما الواحد بيتكلم يحب الناس تشوفه، يعني أنا بشتغل في التلفزيون مش في الراديو. سؤالي هو ليه بقى محدش زرع الـ 2.2 مليون فدان؟ طب ليه محدش فكر في زراعة الـ 2.2 مليون فدان؟ طب إزاي حد يجي يقول لي يا جماعة أصل كان هنجيب لهم مية منين؟ عارف أنت أستاذ فريد الديب كده؟ 2.2 مليون فدان جاب لهم مية منين؟ أمال أنا جبت لهم مية منين دلوقتي؟ فالإجابة على ده بمنتهى البساطة مش في الدماغ بس، أنا مش بقولك مين كان حلو ولا مين كان وحش، بس مش في الدماغ، كل يغني على ليلاه، كل واحد يغني على ليلاه ليس إلا. المية اللي جاية في نهر النيل هي هي، يعني 55 مليار متر مكعب اللي جايين هم هم، لا زادوا متر ولا قالوا متر. نشكر ربنا سبحانه وتعالى أولا على ذلك، ونشكر بالمناسبة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اللي عمل السد العالي علشان يعمل لنا حماية مائية. بس المية هي هي. الله، طب أمال أنا جايب المية بتاعت الدلتا الجديدة منين؟ جايب المية بتاعت توشكا منين؟ جايب المية اللي في سينا منين؟ جايب المية اللي في الفرافرة منين؟ إزاي يعني؟ ولا حاجة. بمنتهى البساطة الراجل قرر ففكر، حلم، ده منطق حلم، مش حلم يعني نام وحلم، حلم كبير لبلد، انه انا مش هقف اتفرج على البلد كده اللي نبات فيه نصحى فيه وننام تاني نفس المساحة الزراعية، ومش بس كده ده عمالة بتقل وتضمحل وتتضاءل. طب هنفضل كده لحد امتى؟ يعني هنفضل قاعدين ساكتين على التعديات؟ لأ احنا مش هنسكت على التعديات، هنوقفها. ادي واحد، كان ممكن يكتفي الرئيس بالوقف او بايقاف التعديات على الارض الزراعيه وبس، ونفضل عايشين باللي موجود و100 فل و14. طب ولما نعيش باللي موجود كان هيقضي مين يعني؟ هيقضي 85 مليون ولا ال 90 ولا ال 95 ولا ال 100 ولا ال 105 ولا ما شاء الله ما شاء الله ال 110 اللي موجودين؟ استحاله. فكان لازم تزيد الرقعة الزراعية، ما نكتفيش بس بإيقاف التعديات. فكان حلم لدى الرئيس، فكر هو وناس مستشارين الحكومة مجموعة ناس اللي بتفهم في القصة، ينفع يا فندم. فكان في إرادة، حلم، استشار، بحث، تفكير كتير، وصلنا النتيجة، إرادة، اعمل ده على الأرض. فبدأنا نعمل ده على الأرض. تيجي تقول لي عملي يا دين النبي؟ بمنتهى البساطة
والأمر لله أولا هو منع عنك الجوع بمنتهى البساطة، بقى عندك قمح وخضار وفاكهة إلى آخره. طب بس كده؟ لا، هو اللي لسه اللي جاي أكتر. تاني اللي جاي أكتر من كده، لأن إحنا لسه ما خلصناش كامل المساحة المراد زراعتها، ده إحنا بدأنا بس كده إيه، مرحلة أولى، مرحلة تانية، لكن لسه ما خلصناش. طب ده مثلا، أنا أقول لك هنا على حاجة واحدة بس، لو إحنا بنتكلم على منظومة الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحاصلات، دي حاجة واحدة بس، حاجة من ضمن آلاف القرارات اللي تم اتخاذها. بلاش لما نيجي نقعد نقول والله ده احنا بنعمل مش عارف قانون عشان التصالحات او كذا، هو انت متصور ان هو مجرد قانون عشان يبقى فيه قوانين؟ يعني انت متصور انه مصر كانت، انت كعزيزي المواطن، ان مصر كانت محتاجه الى منظومه للقوانين علشان تبقى قوانين محطوطه على الارفف؟ لا، اتعملت المنظومه دي بمنتهى البساطه، اللي هي منظومه القوانين بتاعه التصالحات والملكيات العقاريه والتسجيلات اللي كنا لسه بنتكلم عليها مع الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحه الشهر العقاري. عشان ايه؟ اولا انا بامنك في ملكيتك، اتنين بالتاكيد لما يبقى في عندي حاجه زي كده ابقى انا عارف ثروتي قد ايه، وابقى عارف الضريبه اللي تستحق عليها قد ايه. بالمناسبه في عقارات كتير جدا هتلاقي الضريبه بتاعتهم، الضريبه العقاريه بتاعتهم في اي كلام، لكن في ناس تانيه عايشة في عقارات تمنها ملايين، مش بقى عقار تمنه ملايين وهو راجل موظف على قد الحال مثلا ورث العقار ده عن جده، هو العقار بملايين، وهو الرجل اللي صاحب هذا العقار العقار بيكسب هو كمان ملايين في السنة، يدفع بقى الضريبة بتاعته، أمال يفضل قاعد حاطط رجل على رجل يعني؟ والدولة تقعد تتفرج؟ ده على سبيل المثال، أنا بقول لك هنا حاجات بس بسيطة. هو السيسي عمل إيه؟ والحاجة هو طور بس الجيش بتاعك وزوده بأحدث التكنولوجيات، وكمان أصبح يعني بيعمل على توطين صناعة الأسلحة في مصر، ومش أي أسلحة بالمناسبة، أسلحة من اللي قلبك يحبها، أسلحة من اللي تعجبك، يعني لو كنت غاوي سلاح قول لهم أشرف والنبي، أشرف ده صاحبي. بس سيسي عمل إيه؟ ولا حاجة. هو بس الراجل الحقيقة خد قرار عشان هو حلم لمصر بمستقبل عظيم، ففكر وحواليه مجموعة وبعدين ياخد القرار عشان عنده إرادة، فيبقى في حاجة اسمها شرق المتوسط. إيه شرق المتوسط يعني؟ ولا حاجة، شوية غاز حلوين كده عملوا لك اكتفاء ذاتي من الغاز علشان حضرتك ما تتحطش تحت درس حد، بس كده؟ لا، عشان يبقى في عندك طاقة تشغل المصانع. وهي فين المصانع؟ افتح حضرتك بس انت كده الموقع الرسمي بتاع الحكومة المصرية تعرف مصر فتحت كم مصنع من 2014 حتى هذه اللحظة، فوق 7000 مصنع، بس انت مش عاوز تشوف، انت بس عاوز تقعد كده على القهوة مع اصحابك وتعمل نفسك الواد المشاكس الشقي. عامل ايه؟ محدش بيقولك الريس عمل جميلة، ماشي، لان لو انا قلت الريس عمل فينا جميلة الريس هيرد ويقول لا انا ما عملتش جمايل، ده واجبي ناحيه البلد. انا متاكد ان لو قلنا كده للريس هيرد الرد ده، انا متاكد والله العظيم. بس بمنتهى البساطه بقى في طاقه تشغل المصانع. انا عارف ان دي مولا انت عايز القمح، هجيب لك القمح، انا جاي له في الاخر اصلا، عشان يبقى في مصانع وعلشان اعرف اشغل المزارع دي. هي المزارع دي هتشتغل ازاي يعني؟ بالكده، بالبركه، بركه ربنا موجوده مفيش خلاف، لكن عشان اعرف اروي الفدادين دي عايز بقى البيفوت ده، علشان خاطر اشغله يبقى لازم يبقى في طاقه تشغل البيفوت اللي هيرش ميه، وهنعمل مصانع الاسمده ونعمل مصانع بتاعه المبيدات ونعمل مصانع التعبئه والتغليف والتجميد وتصنيع المواد الغذائيه عشان اقدر اعمل قيمه مضافه على كل ما ازرعه. ده على سبيل المثال، مش ده عايز طاقه؟ هو مش انت عاوز يبقى في البلد فيها دولارات كفايه والجنيه يبقى عليه القيمه؟ ما ده اللي كنت بقوله لك. بالمناسبة، هو لولا الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري والنعمة الشريفة لكان الدولار وصل ل30 جنيه. مش مصدق؟ خش على بلومبرج وشوف المقالات اللي اتنشرت على فاينانشال تايمز. مصر كانت على الأبيض قبل ما الرئيس عبد الفتاح السيسي يجي، كانت مصر على الأبيض بالتعبير الدارج أيام جيلنا، على الحديدة، على البلاطة،
مفيش، ما تلاقيش، روح تطلب اي حاجه، مفيش. اصدقائنا واشقائنا ساعدونا، طبعا حصل، طبعا حصل، بس كانت اسهل حاجه ان احنا نتلقى هذه المساعدات ونروح نجيب بيها اي كلام فاضي ونفرحك كده وتبقى مبسوط و100 فل و14. بس احنا ما جبناش بيها اي كلام فاضي الحقيقه، احنا عملنا بيها منظومه انتاج، عملنا بيها انتاج صناعي، عملنا بيها انتاج زراعي، عملنا بيها انتاج طاقه، عملنا بيها طرق وكباري مش عاجبه سيادتك، مع انك انت لو ركزت هتعرف ان الطرق والكباري دي في اي مدرسه اقتصاديه في العالم اشتراكيه كانت او راسماليه متوحشه بما فيهم ادم سميث المتوحش. الطرق والكباري هي شريان الاقتصاد عند اي مدرسه اقتصاديه. انا عايز اعرف، انا لو بنيت مصنع من غير طريق وكوبري هوصل المنتج ازاي؟ الله، هجيب له خام ازاي؟ الله، طب والعامل العظيم هيوصل ازاي؟ بالايه؟ هيسقف يخش المصنع وبعدين نسقف تاني المنتج يطلع من المصنع يخش المحلات؟ ما هو لازم طريق وكباري. طب وهي الطرق والكباري دي مش شجعت الناس انها يبقى عندها نشاط اقتصادي حوالين هذه الطرق؟ طبيعي، امال هي اسمها شرايين الاقتصاد ليه؟ طب مش احنا قبل ما نفتي نقرا لنا ان شاء الله كتاب واحد كده في الاقتصاد يقول لك يعني ايه هي الطرق والكباري، بتعمل ايه في الاقتصاديات في العالم؟ يا ترى هو ليه امريكا عملت كده سنه 29 وسنه 30 بعد الازمه الاقتصاديه العالميه اللي ضربت الدنيا كلها؟ ليه الولايات المتحده الامريكيه اصبحت اقوى اقتصاد في العالم لاسباب عده من ضمنها بالمناسبه منظومه الطرق والكباري اللي اتعملت في امريكا؟ للقضاء على البطاله، ده على سبيل المثال. يقول لك بس دي الحقيقه بتخلق فرصه عمل 5 سنوات وهذه ليست فرصه العمل المستدامه. لا، هي مستدامه بس بشكل غير مباشر، علشان يا باشا حضرتك المشروع ممكن يبقى فرصه العمل فيه مدتها 5 6 7 سنين، بس بنخلص مشروع بنروح داخلين في التاني وفي التالت وفي الرابع. بس المشكله ان انا ما عنديش مشروع، ده انا عندي مشروعات كتير جدا جدا، فانا مشغل قطاع ضخم جدا، وبيخلص مشروع يخش في التاني والتالت والرابع، طول الوقت عمال بتفتح في حاجات، نفتح في حاجات، فالناس قاعده شغاله. فايوه، اخويا العامل اللي بيشتغل في هذه المشروعات البنيويه او في المشروعات العقاريه هيفضل يشتغل بعون الله سبحانه وتعالى لل 20 وال 25 سنه وكانها فرصه عمل مستدامه عاديه جدا. طب هي المساله بس كده؟ طب ويا جماعه الصناعات المغذيه لده؟ يعني انا لما باجي بعمل طرق وكباري وبيوت ومدن وحاجات زي كده، مش في حاجه اسمها مصانع حديد؟ يعني مصنع وانتاج. مش في حاجه اسمها مصانع اسمنت؟ ايوه يعني مصنع وانتاج. مش في حاجه اسمها مصانع طوب؟ ايوه يعني مصنع وانتاج. وحاجه اسمها مصانع سيراميك؟ يعني مصنع وانتاج. وحاجه اسمها مصانع مواسير كهرباء؟ ايوه يعني مصنع وانتاج. ومواسير ميه؟ يعني مصنع وانتاج. والات علشان الضخ، والات علشان توليد الكهرباء، ومولدات وترمبات، حدوته كبيره جدا. جاي لك قلب منين تقول عمل ايه؟ بمنتهى البساطه، عمل من 2014 لسنه 22 في 8 سنين أكبر في الحجم، في الحجم وأكبر في التأثير من اللي اتعمل من 1805 لحد 2014. تيجي تقول لي بقى ده أنت كده نصرين هيزعلوا، أقول لهم حقكم عليا، بس أنا ما أقدرش أجامل، ما أقدرش أضحك على نفسي، أنا أمي نصرية عتيدة. يعني انا لو لما هنقعد نتناقش هتقول لي ما فيش حد عمله اللي عمله عبد الناصر، اقول لها بصراحه في، لانه مش بس الحجم الاقتصادي اللي عمله الرئيس السيسي اكبر من اللي عمله محمد علي واكبر من اللي عمله جمال عبد الناصر رحمه الله عليه يا رب، لا ده اوقع واكثر وأوسع تأثيرا على المجتمع المصري. يا راجل افتكر حياة كريمة يا مؤمن، 60 مليون بني آدم هيشربوا مية نظيفة، انت ما كنتش حاسس بالكلام ده، انت قاعد باشا تفرج على التلفزيون، فتح مروحة، فتح تكييف، عمال مبسوط بالمسلسلات واخر جمال، وبتاكل في السندوتش والحاجة عظمة، بس مش عارف ان ليك قريب موجود في الأرياف ما كانش بيشرب مية، لو انت شفت لونها هتفلق جري، قاعد في الضلمه عشان مفيش كهرباء، الشتاء بينزل عليه عشان مفيش سقف يا راجل.
60 مليون بني آدم حياتهم هتتغير لما العالم كله يقول حياة كريمة أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم. فتيجي تقولي والسيسي عمل إيه؟ يا دين النبي على الجحود. ما هو يا جحود يا عدم فهم. عدم فهم أديني بحاول أشرح لسيادتك. جحود يبقى معاك ربنا. طب القمح يا راجل، انت كنت بتستورد تقريبا 70% من احتياجاتك، النهارده بقيت بتزرع قمح وبتغطي جانب كبير جدا من احتياجك، النهارده بقيت عندك صوامع قادره على تخزين القمح، حضرتك انتاجك المحلي يخليك عايش من غير قمح لحد اخر السنه تقريبا. انتاجك المحلي، مصر عمرها، مش هقول عمرها طبعا عشان سيبك من ايام مصر سله الغذاء ومش عارف مزارع القمح الكبرى الامبراطوريه الرومانيه، ده انا بتكلم على حاجه سنه 1500 قبل الميلاد، سيبك من ده، بكلمك في العصر الحديث. احنا كنا حالتنا كرب. انا هرجعك لمشاهد طوابير القمح 2009 لما كانت الناس بتتغز في الطوابير، يغزوا بعض بالمطاوي عشان خاطر ياخدوا رغيف العيش. النهارده حضرتك زي الفل باشا، تقدم الكارت تاخد عيشك تروح، 100 فل و14. فين طابور العيش؟ اختفى. بس السيسي عمل ايه؟ توشكا اللي ما كانش فيها حاجه تقريبا، يعني النظر القليل، بقت واحه غناء لزراعه القمح. مصر رجعت تحتفل بمواسم الحصاد والقمح الليله ليله عيده بجد. فبقيت انت بتمتلك لقمه عيشك يا اخي. منظومه زراعه وتوريد القمح 2022 يا مولانا يا محترم، معدل انتاج غير مسبوق في تاريخ مصر. طفره في انشاء الصوامع، دعم للمزارع وحوافز للتوريد. بس اصل السيسي عمل ايه؟ ممكن النبي تفوق تشوف التقرير بتاع توريد القمح ده وتعيد تسأل السؤال لنفسك انت مع نفسك، بس لو جاوبت قول لي الإجابة. زيادة عدد النقاط من 405 نقطة العام الماضي إلى أكثر من 450 نقطة لاستلام الأقمار. الإجراءات من السيارة السنة دي وسهلة لأن المنافس كتير. سادة مفيش، بيجي هي ساعة زمن وبنمشي. نعلن ولأول مرة عن سعر القمح قبل الزراعة وزودناه 100 جنيه عن السنة السابقة. لما الحافز نزل شجع الفلاح ان هو يزرع غلة. تكلفة القمح لما بنزرعها بتجازي مع سعر التوريد الحمد لله. والله المنظومة حلوة، كل موظف ماشي صح الأيام دي. محصول القمح من المحصول الاستراتيجي اللي دور كبير في تحقيق الامن الغذائي، والدوله بتعطي له كل الاهميه والدعم. يمكن اول حاجه عملناها ان احنا نشرنا الخريطه الصنفيه اللي احنا حددنا الاصناف اللي تصلح لي تتناسب مع كل منطقه بهدف نعظم الانتاجيه لكل مزارع وفلاح. ايضا التسويه بالليزر بتؤدي اولا الى ترشيد استخدام المياه وفي نفس الوقت بتؤدي الى تحسين انتاجيه. الحاجه الاضافيه كمان احنا نعلن ولاول مره عن سعر القمح قبل الزراعة، وبالتالي بننفذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة. علنا سعر القمح لأول مرة وزودناه 100 جنيه عن السنة السابقة، وبالتالي ده يمكن ساعد الفلاحين على أنها تزود المساحة، بالإضافة إلى التوسع الأفقي اللي أدى إلى زيادة المساحة وصلت حوالي 3,650,000. ده إن شاء الله بتوقع المحصول يصل إلى 10 مليون طن. ايضا الحافز الاستثنائي اللي وجهه فخامه السيد الرئيس نتيجه لظروف بهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، ايضا توجيهات دوله رئيس الوزراء ان احنا نسدد فورا للفلاح والمزارع قيمه القمح اللي بنستلمه في جهات المسوقه التابعه لوزاره التموين لحد اقصى 48 ساعه. اول سنه السنه دي الدوله تحدد سعر القمح قبل ما يزرع، اول سنه اللي هيورب بنفسه ياخد 885 جنيه اظن، والقمح ما بيحتاجش لا عزيق ولا بيحتاج اي شيء، بيحتاج ثلاث اربع مرات
ميه على الاقصى، يعني سعر فعلا مجزي للفلاح. جابوا لنا الليزر، سولنا الارض من قبل ارشاد، وجابوا لنا الستاره، زرعنا بالستاره على مصاطب 120 سنتي، وفرت لنا بنسبه 30% من الري، ووفرت لنا بنسبه 20% من التسميد. كل مكان زراعي موفره للفلاح دلوقتي الامكانيات شويه، التصليح بالليزر، الحرث بالميكانه الزراعيه بيساعد، التصليح بالليزر بيساعد على الري وبيوفر ري، بدل ما تسقي الفدان في 4 ساعات بتسقي في ساعتين. الدوله وفرت لنا كل حاجه دلوقتي بالنسبه للايه، للتقاوي والاسمده والمبيدات والارشاد الزراعي. ادونا سعر القمح قبل الزراعه، قال لك ب 820، وادونا 55 جنيه حبس توريد، وادونا 15 جنيه بدل نقل، واحنا واقفين ورا الدوله هنورد القمح للدوله. مديريه الزراعه دعمونا، موفرين التقاوي بجميع الأصناف من بدري، أسعارها في متناول الجميع، وأنا واحد من ضمن الناس ملتزمين. مش هنورد 12 لب زي ما بتقول للوزارة، لا، هنورد كامل الإنتاج، مش طمعا في الحافز، لا، لأن ده هيترد لنا عيش. السياسة العامة للدولة محافظة على الاحتياط الاستراتيجي لكافة السلع، وخاصة وإحنا في موسم القمح ل2022 كان مهم جدا، ضرورة توريد على الأقل 12 أردب على كل فدان، وده يمثل ثلثين المتوسط العام لإنتاج الفدان. النقطة المهمة الثانية، تنظيم عملية التوريد، سواء بالنسبة للمزارع يستطيع أنه يحصل يورد حاجته بس يكون معاه الحيازة ويتحرك بأي وسيلة نقل ويقدر يوردها في أقرب شونة أو أقرب مفرش أو أقرب صومعة أو أقرب بنكر له. تم زيادة عدد النقاط من 405 نقطة العام الماضي إلى أكثر من 450 نقطة لاستلام الأقماح. قلنا الدفع فوري أو لحد أقصى 48. الحمد لله، ولابد أن نشكر وزارة المالية بتوفيرها كافة الاعتمادات حتى هذه اللحظة. إحنا صرفين حوالي 5.5 مليار جنيه في 20 يوم الماضيين. سيادة الرئيس وجه بحيث يتم زيادة 50 جنيه للفلاح، وكذلك تتحمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين النقل بمعدل 15 جنيه للأردب. بدل ما مثلا كل فلاح يبقى معاه 3 أردب أو 4 أردب يتكلف عربية، فبقى فرد واحد بس هو اللي واخد الكمية دي بيوردها عن الفلاحين. سعر القمح بقى كويس ونسبته كويسة، إن حتى يساعد الفلاح على تكلفة زراعته وضمه ودراسته. بنقوم بلم التجميع من الفلاحين عشان نريحهم في مكان واحد، ونجمعه في مكان ونحمله في العربيات ونجيبه هنا. بتخش هنا البوابة عند اللجنة، هنا اللجنة في خلال ساعة أو ساعة ونص بتكون العربية دخلت ودخلت مكان التعتيق جوه. الإجراءات سهلة خالص، بنجيب حيازة الفلاح وبنورد بالحيازة وبرقم البطاقة القومي. الأرداب غالي، يعني السنة اللي فاتت 165 جنيه، عامل أساس إن خلى الفلاح يزرع كمية أكبر. تكلفة القمح لما بنزرعها بتجازي مع سعر التوريد الحمد لله. إجراءات 10/10، 100/100، وتعامل حلو وناس حلو. بنخش نسجل على البوابة وبنفرز ونخش نوزن ونعتق ونطلع. الإجراءات مسيرة السنة دي وسهلة لأن المنافس كتير. فرق جامد من السنة اللي فاتت للسنة دي. السنة اللي فاتت كنا بنروح ننزل في الأرض بنقعد باليومين والتلاتة. هنا برضو عربات بتيجي من محافظات تانية كانت بتيجي تعتق هنا بتعطلنا. جيت على الفرز، فرز وما فيش، ما كملتش ربع ساعة. بصراحة السنة دي أحسن من عام الأول. رايق خالص، 10/10 والله. السنة دي الدولة عدت حافز زيادة وخلى الناس زرعت غلة كتير السنة دي، والمحصول حلو السنة دي. كل الناس اللي عندها غلة بتجيبها، ما حدش بيعين حاجة. السنة اللي فاتت كانت الصوامع كانت قليلة، السنة دي كتيرة فما فيش زحمة. كنا أول بنيجي نبات بره هنا باليومين. السنة دي ما فيش، بنيجي هي ساعة زمن وبنمشي. طب يعني ايه موسم القمح يا جماعه السنه دي ما تكررش من 40 سنه؟ ده اسمه كلام مش معقول. لازم نقول كلام غير ده، لازم نقول ان موسم القمح ده عادي، لازم نقول انه اقل من العادي عشان بعض الناس تفرح. وايه كلام؟
هو موسم القمح السنة دي لم يتكرر من حوالي 40 سنة، أعلى معدل توريد. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ الحمد لله يا شيخ بيه. أخبار القمح إيه؟ طمني على القمح. الحمد لله عام استثنائي السنة دي في مصر في مجال القمح. احنا نتكلم الحمد لله ان الدولة قدرت ان هي لأول مرة نزرع ما يتجاوز مساحته 3.6 مليون فدان، تقريبا داخلين على 3.7 مليون فدان، وده في حد ذاته طفرة كبيرة في حجم المساحات المزرعة في القمح. كمان في عندنا زيادة في انتاجية الفدان، وده امر ايضا في غاية الأهمية. احنا الحمد لله السنة دي متوسط انتاجيتنا يعني المتوقع بتاعه ان هو يتجاوز 18-20 أردب، وده الحقيقة رقم مميز جدا او رقم مهم جدا. ده انا سمعت ان في بعض المناطق هيوصل 22 أردب كمان. طبعا وارد ان نتجاوز هذا الرقم، الحقيقة المؤشرات كلها بتبشر بالخير. احنا شايفين يعني متوسطات، وشفنا ناس بتحصد 25 و27 أردب و28 أردب، فالحقيقة أرقام مهمة جدا. ولكن احنا بنتكلم على المتوسط العام اللي ممكن يكون موجود بشكل عام على عموم الجمهورية، وده بيبقى بشكل إحصائي. ممكن نزيد إن شاء الله، ونتمنى إن احنا نزيد، ويا رب إن شاء الله مع الجهود اللي موجودة واللي بذلت. حتى الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات فيما يخص مجال القطاع الزراعة بشكل كامل، تطوير الري اشتغلنا عليه، زيادة مساحات مزارعة اشتغلنا عليها، تطوير نظم الزراعة اشتغلنا عليها، تطوير وتحديث التقاوي اشتغلنا عليها، التواجد مع المزارعين وكثفنا تشجيع المزارعين من خلال تحفيزهم بأسعار مناسبة. الدولة سعرت السنة دي القمح قبل الموسم بزيادة كانت 100 جنيه عن السنة اللي فاتت، ثم حافز إضافي 65 جنيه، فالحقيقة الدولة ضخت مئات المليارات لتدعيم القطاع الزراعي، وخصوصا موضوع القمح. القمح مهم جدا، بيمثل عصب يعني من أعصاب الأمن القومي أو الأمن الغذائي للمواطن المصري، فله أولوية مهمة جدا. مفيش مائدة غيره موجود عليها الملح القمح بشكل كامل ومتواجد بأي صورة من الصور، فأولوية أولى بالنسبة لنا، وده بيخلينا ان احنا نتشجع وان احنا نضخ استثمارات مشروع تشكى. احنا شايفين اللي حصل فيه، شفنا بعينينا اللي بيحصل من الحصاد، ان شاء الله السنه الجايه يكون افضل كمان من هذا العام، ويكون فيه زياده في المساحات المزرعه. كمان مشروع الدلتا الجديده، مشروعات عديده في كل قطاعات الزراعه، كل ده بيدي ثقل وبيدي طمانينه للمواطن المصري، حتى كمان مش بس زراعه يا استاذ يوسف، يعني الزراعة في حد ذاتها ان احنا نحط البذرة في الارض ونحصدها، ده خطوة مهمة جدا. لكن كمان سلسلة الامداد والتوريد اللي بتبقى موجودة، ما انا لما بزود اعداد النقاط اللي بجمع فيها القمح، وبزود الصوامع اللي بخزن فيها، وبعمله بتقنيات اقلل نسبة الهدر فيها، وبعمل بدي الفلاحين الفلوس بتاعتهم فورا، وكل الكلام ده دي من سلسلة الامداد. الدولة كمان استثمرت فيها، ما سابتهاش برضه. طبعا طبعا مفيش خلاف. طبعا ده أظنه كمان بجانب أنه مركز البحوث الزراعية بيبقى شغال على قدم وساق عشان يطور الفصائل الجديدة بتاعت القمح، فتعلي من معدلات الإنتاج. يعني خلينا أقول لحضرتك أن في آخر الفترة الأخيرة دي فقط إحنا مطلعين 5 أصناف جديدة من القمح، أو بتقدر تتحمل ظروف مناخية مختلفة. وطبعا ده مع توجهنا لمناطق جديدة نزرعها، فكان لابد ان احنا يبقى عندنا مثل هذه التقاوي. ايضا عندنا تقاوي بتدي انتاج اعلى، وشفنا متوسطات بتزيد بشكل كبير جدا. عندنا تقاوي بتدي مقاومة للأفات، وده بقى واضح جدا في مقاومة الأفات. كل دي من منظومات التقاوي. كمان احنا بدأنا نضخ استثمارات كبيرة جدا في ان نشجع الفلاحين على ان هم يشتروا تقاوي طازجة، يعني تشيلوا التقاوي اللي هي المعتمدة من الإدارة المركزية للتقاوي. احنا عملنا تخفيض كبير جدا على أسعار التقاوي عشان نشجع الفلاحين هم ياخدوها، لأن كمان هي بتديلهم يعني لما يجيب يقلل من الكسر عنده ويبدأ يشتري التقاوي الجديدة أو يجيب التقاوي الجديدة المعتمدة، هدي هتديله لوحدها 2 أو 3 أرداف بزيادة عن المتوسط الطبيعي اللي هو كان ماشي بيه من غير ما يعمل أي مجهود، وبالتالي يكسب أكتر. كلها خطوات. ألو؟ وبالتالي يكسب أكتر. وبالتالي يكسب اكتر ويحقق هامش ربح اكبر طبعا. فكل دي خطوات الحقيقه نفذناها. كمان نظام الزراعه المساطر اللي بدانا نعممه وبدانا نشتغل عليه اكبر بشكل اكبر الفتره الاخيره، وده من النظم المهمه جدا اللي من خلاله يقدر يقاوم الظواهر المناخيه المختلفه ويبدا يقاوم ويبدا يتحمل
ظروف الجهاز اكتر ويبدا يدي انتاج اكتر ايضا للفلاح. فالحقيقه الدوله في كل مراحل وفي كل ما يخص قطاع الزراعه الدوله مدت ايديها واشتغلت وبتحاول تساعد الفلاح وبتحاول تقدم كل ما لديها من امكانيات للفلاح المصري ولدعم الفلاح المصري ولتطوير انتاجيه الفلاح المصري. وان شاء الله ربنا اكيد هيكلل تعبنا بالخير وان شاء الله مع استدامه هذه الجهود ان شاء الله نصل الى نسب اكبر من الاكتفاء الذاتي ونكون يعني قادرين ان احنا نلبي احتياجات المواطن باذن الله. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور محمد، كل الشكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. وفي ليله قد تكون ان شاء الله اكثر جمالا من هذه الليله، في يوم من الايام هنحتفل مع بعض بالاكتفاء الذاتي من القمح. في يوم من الايام هيحصل، انتظرونا بعد الفاصل. يا الأخلن وسخلن أخلن وسخلن، أنا كزملكاوي أبقى سعيد جدا لما أشوف نادي مصري بيحقق بطولات كبيرة. وبالمناسبة أنا ما بتبقى من الناس، وزي ما قلت لكم كده كذا مرة، يعني الناس اللي تشجع الأهلي جدا في البطولات الدولية. في النهاية خالص أنا بشوف إن الأهلي ساعتها بيمثل الكرة المصرية جدا يعني. فالنهار بنلاقي تأهل النادي الأهلي لنهائي دورة أبطال إفريقيا 2021-2022 بعد ما فاز على وفاق سطيف بست أهداف مقابل هدفين في مجموع المباريات بتاعت الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي. الأهلي تعادل مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق في المباراة اللي جمعت الفريقين النهاردة على استاد 5 يوليو. طبعا ده في إياب نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يا سادة كان فاز على وفاق سطيف بأربع أهداف أو 4-0 يعني خلال مباراة الذهاب واللي أقيمت بينهم على استاد السلام. بكده يوصل الأهلي للنهائي رقم 15 في تاريخه ما شاء الله، حاجة تفرح والله العظيم. ما شاء الله برضو ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتالتة على التوالي. الأهلي حاصد البطولات، شطار. أنا من الناس اللي تشجع الشاطر وتشجع اللعبة الحلوة بصراحة، يستاهلوها. على كل، خلونا بقى إيه ننتقل إلى خبر أنا أشوفه خبر مهم جدا 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 لكل الأسباب، لأنه متعلق باتنين من أهم وأكبر فنانين الوطن العربي. متعلق بالأستاذ سعيد صالح الله يرحمه يا رب، اللي بشوفه أقوى كوميديان عرفته المنطقة العربية، أنا بتكلم بجد ده رأيي يعني. ومتعلق بالأستاذ عادل إمام، الأسطورة الحقيقية. طيب أستاذ عادل إمام اتصل ب زميلتنا العزيزة هند سعيد صالح علشان يطمنها على صحته ويقول لها انه كويس. خلونا ناخد معانا زميلتنا العزيزة هند سعيد صالح. ازيك يا هند؟ عاملة ايه؟ ايه احوالك؟ الحمد لله كله بيه. تمام؟ اه الحمد لله الحمد لله. قول لنا ايه بقى حكاية المكالمة دي؟ والله هو انا اسفه اولا ان انا عملت الدوشة دي كلها، انا كنتش متوقعة كده خالص يعني. انا فجأة لقيت الدوشة كل الدنيا كلها بتتكلم في ان عادل امام كلم هند سعيد صالح. بس انا عايزه اقول لك ان الموضوع بالنسبه لي مش مفاجاه قد ما هو التوقيت اللي مفاجاه. يعني انا في ناس كتير فهمت انه ده حدث بالنسبه لي عظيم، لا، هو انا عادل امام في حياتي من عمري، في حياتي انا من عمري طبعا. فهو الحدث بالنسبه لي انه اولا انا كنت اولا انا بقالي فتره في اشد الاحتياج لبابا الله يرحمه. فلما يعني انا مستنيه ابقى اشوف بابا في حلم، مستنيه بابا في حق، يعني انا بقى عايزه بابا دلوقتي. فلما الاقي المكالمه زي دي دلوقتي من غير مناسبه، هو الفرحه عندي، فرحتي كانت في حكايه انه من غير مناسبه، من غير عيد، من غير ذكرى، من غير يعني مفيش مناسبه للمكالمه، ده اللي اقصده. حسيت ان انا بكلم بابا فعلا، وانا قلتها له في التليفون ان انا سعيد صالح اللي كلمني دلوقتي مش عادل امام. يعني انت فجاه قاعده لا بيكي ولا عليكي ولقيتي التليفون بيرن. ايوه هوب ببص، ايه ده؟ لا مش ايه ده، مش رقمه، رقمه هو مش رقمه، هو رقمه انا طبعا عندي، بس مش رقمه، هو رقم مرات رامي. اوكي. لانه مرات رامي صاحبتي. حلو. والولاد مع بعض في المدرسه، مش ما يعرفوش بعض، سن مختلف، بس انا يعني انا على اتصال بياسمين على طول. حلو.
فبرد على اساس انه صاحبتي بتطلبني. يعني بقى الموضوع بعيد كل البعد عن انه في حدث تاني هيحصل دلوقتي، جلل هيحصل دلوقتي. ايوه يا ياسمين، ايوه يا ياسمين، انت نايمه؟ قلت لها لا، قالت لي ما تاخدي كلمي. والله يعني عرفت بقى وقاعده في البيت وبراحتي. اوكي. فقمت بقى اتنطرت بقى لان فرحانه فرحه العبيط بجد، يعني مش قادره اقول لك سامعي. انت بتضحك، انت عارف مصطلحات يعني. طبعا طبعا، يعني بنت الاستاذ سعيد يعني مش ممكن برضه، لازم يبقى في مصطلحات وافيهات 24 ساعه. كملي. والله بجد ففرحانه. وانت عامله ايه؟ ولادك عاملين ايه؟ وجوزك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله، وحشتيني والله وعايزه اشوفك، انا قاعد في البيت تعالي لي على طول. قلت له بص، انا واحد خلص امتحانات، واحد لسه الاسبوع الجاي هيخلص، فهخلص واجيبهم لك. بس هو المكالمة كلها كانت ازيك واحوالي واحوالك ووحشتيني. فانا فرحت لانه انا كنت محتاجة ده، يعني ربنا بعتهولك يا هند. والله يا يوسف اقسم بالله كنت محتاجة طبطبة في اللحظة اللي ياسمين اتصلت فيها دي. انا كنت محتاجة حد يطبطب عليا، مش اي حاجة تانية، وبالاخص بابا. فبما ان بابا مش موجود، فانا حسيت فعلا ان ربنا بعت لي، لانه انا بالنسبه لي يعني انت بتقول الاسطوره عادل امام، الزعيم عادل امام، الفنان عادل امام، هو بالنسبه لي عمه عادل امام طبعا. فالموضوع عندي مختلف، يعني رؤيتي للبني ادم الكبير قيمه عندي انا مختلفه تماما عن رؤيه الناس لي، لانه انا يعني فعلا من ريحه الحبايب. فانا بتعامل مع الموقف على انه الموضوع يخصني، طبطب عليا انا كهند. صح. طب هند، في ناس دايما تحب تتكلم وتفتي وتدلي بدلوها فيما لا تعلم، فيجي يقول لك ايه، على فكره ده عادل امام ما بيسالش على هند سعيد صالح. ده كتير قوي بشوفها في الكومنتس كتير قوي، وبتبقى ايدي بتاكلني ارد. بس برجع اقول هجيب لنفسي المشافي الوجع الدماغ. فبس عايزه اقول حاجه يا يوسف دلوقتي، انت وواحد صديق ليك ايا كان اسمه، هل انت لما بتتصل بصديقك اللي من جوه الوسط بتعمل فرح، بتكتب بوست، بتبلغ الدنيا كلها؟ انا عملت ده امبارح لان نفسيا انا كنت محتاجه اعمل ده، مش لانه عادل امام ما بيسالش على هند، او لان الوسط الفني كتير بقى، يعني مش بس بتتقال. انت عايزه بابا فجالك رفيق العمر. فجأة والله، هي الـ 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 يعني حتى هتلاقي جملة في البوست فجأة ومن غير مناسبة، هي الفرحة عندي في إنها فجأة ومن غير مناسبة، وإنه في اسم حد تاني ظهر على الموبايل مش في الحسبان طبعاً. إنما بقى حكاية ما بيسأل، أنا بس عايزة الشخص اللي قرر إنه ما بيسألش عني، مين بلغك الخبر ده؟ يعني عايزين نعرف مين اللي عايش معانا ده وعارف أكتر مننا مثلاً. يعني أنا عملت ده، وبعدين لما يجي يقول لك أهو ده دليل على إيه ما بيسألش، دليل على مين حضرتك؟ يعني هو فين الدليل؟ ودليل على إيه؟ هو الدليل على العكس، ده دليل على إنه بيسأل. لا أنا الفكرة بس، أنت مين وصل لك إنه ما بيسألش عني أو بيسأل عن، يعني ليه حضرتك قاعد معانا في حياتنا؟ ده اللي بيضايقني دايما، او في حياه اي حد. يعني ليه شغلك قوي دايما ان الوسط الفني ما بيسالش على بعض؟ حضرتك عارف منين انه ما بيسالش على بعض؟ يعني عارف منين ان النهارده الكلمه الرائجه بقى بتاعه الوسط الفني ما بيسالوش على بعض ومش عارف وغياب الكذا، يعني نفس الكلام اللي اتقال ساعه جنازه بابا، هو فين الوفاء؟ ما فيش ولا فنان حضر الجنازه. ايوه ما فيش فنان حضر الجنازه، لان بابا مات جمعه الصبح 5 شوال، فكله خارج من تصوير رمضان، مسافر بقى بيصيف. ف5 شوال مفيش حد موجود يوم الجمعه الساعه 11 الصبح صاحي تحديدا، بابا مات 11، وانا دفنت 3 العصر، مين هيجي لي من ايا كان السفر اللي سافره؟ انا اللي لي. يعني هو ليه حضرتك بتقر حاجات مش موجوده؟ اصله مش خافي على حد، انه الله يرحمه يا رب طبعا مع حفظ الالقاب سعيد صالح كان الكل يحبه، مفيش حد ما بيحبوش. الحمد لله الكل يحبه، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش الكل بيحب سعيد صالح. يعني على فكره وده يعني ده بيبسطني اكتر من، يعني انا بحب بابا. انا بص انا قلت لك بابا مش سعيد صالح، انا بحب بابايا، يعني انتوا بتحبوا سعيد صالح الفنان، انا بحب اب. ففي نوعين حب، انا فعلا لما بشوف حد بيحب بابا الحب ده انا ببقى مبهوره ومخضوضه، لانه ايه ده؟ معقول؟ مش معقول عشان هو دمه خفيف او فن، لا يعني ده ابويا انا يا جماعه. يعني لما الاقي من غير عيد، يعني العيال كبرت في العيد، ذكراه لسه قريب كمان 3-4 شهور، لما الاقي فجاه من غير اي مناسبه بوست نازل عن سعيد صالح وكميه الاف الناس بتدعي له، انا تلاقيني عم تعيط بقى جنب التليفون فرحانه. يعني ده صحيح. والله غصب عني كان مذهل يا هند، يعني والدك مذهل مش طبيعي.
مش ممكن حقيقة والله. وغير الشاشة يعني انتوا شفتوا مذهل ومش طبيعي. انا بشوف اضعاف المذهل ومش طبيعي ده بره الشاشة. يعني هو كان سواء في كوميديا او في حنية او في ابن بلد زي ما الناس دايما واخد عنه الفكرة. في انا 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 لما فقدت حاجة كبيرة قوي 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 يعني اكبر من يعني كلمة اب دي. يعني انا ما اعتقدش ان في اب زي كل واحده شايفه ابوها ما أكيد حصلش اكيد يعني. بس انا بقى بجد ابويا انا اللي ما كانش حصل. طب طمنينا بقى على صحه عادل امام والنبي. لا جميل والله الحمد لله ربنا يديله الصحه. وصوته حلو كده وصوته حلو يعني هو صوته اللي احنا عارفينه الحمد لله صوته مش تعبان. وقعد يهزر ويناكف وينكش وحاجات زي كده العادي. عادل امام بيكلمك فانت متخيل ما بتجيش ليه يا بنت انتي؟ قلت له معلش انا اسف حقك يا حاجي بس الاولاد يخلصوا امتحانات وحاجي على طول والله. الله يديله الصحه والله. الله يديله الصحه يا رب. هند مبسوطه ان انا سمعت صوتك وكنت لسه ببعت لجوزك بكري على التليفون بقول له بكري ما شفتكش بقالي كتير والنبي. كنت قاعده جنبه. كنت قاعده جنبه؟ طب انت بصيتي على طول في التليفون بكري بيكتب لمين دلوقتي؟ والله هو اللي قال لي شوف يوسف بيقول لي ايه دلوقتي فهو اللي هو اللي حكي حبيبي بكرتي ده. طيب هند اشوفكم على خير انت وبكري لازم قريب ان شاء الله. مبسوط ان انا سمعت صوتك. مبسوطين انك انت طمنتينا على الاستاذ عادل. مبسوط اكتر ان ربنا بعت لك المكالمه دي يا هند عشان يطبطب عليك. وانا اسفه والله على الدوشه اللي عملتها. اسفه ايه ده انت فرحتينا يا شيخه والله. انا فرحانه فقلت يلا بينا نفرح. يلا نتشارك الفرح. ربنا يفرح ايامكم دايما وايامنا جميعا. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك. كل الشكر ليك يا هند. كل الشكر ليه زي ما بقول كده صديقتنا وزميلتنا واختنا هند سعيد صالح. اما بقى قصه بكري زوجها العزيز فطبعا ده صاحبنا بقى من زمان حدوته هنبقى نحكي. بالمناسبه بكري ده من اكتر الشخصيات الكوميديه اللي ممكن تقابلها في حياتك في حين ان هو بيتولى مهمة شديدة الجدية شديدة الدقة. بيجمع ما بين الحاجتين ازاي؟ قصة تروى. تعالوا نروح للفاصل ونروح لفقرتنا الرئيسية يا سادة. القانون المتوازن للأحوال الشخصية بعد مطالبات الرئيس بوضع قانون متوازن للأحوال الشخصية. ضيوفنا ينورونا بعد الفاصل. بسم الله توكلنا على الله. لا بسم الله توكلنا على الله ده لان احنا داخلين مشوار مهم يعني مش بقول لكم بسم الله الله اكبر. شوفوا بقى انه يبقى في قانون متوازن للاسره المصريه دي اهم حاجه. الرئيس اتكلم في ده واظن انه البرلمان في كل الاحوال كان قاعد شغال طول الوقت على مشروعات مختلفه سواء اذا كان لقانون من بابه او تعديلات الى اخره. والمجلس القومي المرأة شغال يعني في النهايه الكل يحاول أن يعمل قدم يعني بمنتهى الفعالية. لكن المسألة في أنه الرئيس لما تكلم في القصة فالفعالية دي أصبحت شديدة السرعة. خلونا نرحب بقى بضيوفنا داخل الاستوديو عشان ما أخدش من الوقت كتير. أستاذة هبة الصباحي خبيرة في قضايا المرأة العربية واستشاري العلاقات الزوجية منورانا. أهلا بيك. إزاي الصحة؟ سعيدة أنا معك. كل تمام إحنا أسعد والله. سيادة النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منورانا. الله يخليك. ازاي الحال؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. كل سنه وكل الناس طيبين. يمكن هبدا ب يعني عندنا سيدتين فاضلتين فهبدا من اليمين يعني خلاص بقى مش هيبقى ليديز فيرست الكل ليديز. استاذه هبه علشان نعمل قانون متوازن يجب علينا ان احنا نلتفت لايه؟ والله يا فندم يعني انا تسمحي لي ان انا ابتدي في حضره حضرتك. احنا بنتعلم منها وهي قامه كبيره في السياسه وقدوه ليا كبيره جدا. الحقيقه احنا يعني حضرتك بتتكلم انتبهي ان احنا لابد من تنسيق في كل احنا كلنا متفقين ان في ازمه ولكن لابد من التنسيق لحل هذه الازمه. حلو. هو ده اللي ينقص الحاجه التنسيق ما بين كل هذه الهيئات. ماشي. احنا كلنا حاسين ان في تفكك اسري. كلنا حاسين بازمه الطلاق. هو بقى سهل جدا. هو بقى حل للمشاكل واصبح هو في الاخر ازمه مخلياني مش عارفه استثمر المواطن واخد منه انتاج جيد ويبقى ملائم للتنميه اللي بتحصل في البلد. فبالتالي هو بالنسبه لي زي قنبله موقوته دلوقتي. المواطن يعني ممكن يكون ايه خامل غير نافع.
مشوه نفسيا، غير آمن نفسيا. ما هو حضرتك بالضبط، أنا لما بقعد مع يعني عميلة عندي بلاقي إن الأبناء ضاع منهم الأمان، لأن الأم ضاع منها الأمان نتيجة الإجراءات اللي بتتاخد بطريقة حسست أولادها إن ما فيش أمان أبدا، بس جاي لهم من الأب. فتخيل حضرتك بتربي مواطن هو مش مأمن لبابا أصلا، اللي هو نواة المجتمع. يبقى عندي مواطن، كلمة مواطن يعني انتماء ونماء. فأنا إزاي هستثمر ده وهو جوه البيت مش حاسس بأمان؟ فإحنا لازم بالبداية يبقى في ثقافة. أنا مش بتجوز وبخلف خلاص، مش فراخ، مش فراخ. يعني أنا حزني إن الأولاد بيخشوا جوه الخلاف. ممكن أكون أنا وأنت، دي مأساة في حد ذاتها. ممكن أكون أنا وأنت خلاص مش قادرين نعيش مع بعض، لكن أدمر النتاج بتاعي، أخلي فيه أفات، يبقى لا نافع جوه ولا بره. يبقى إحنا محتاجين ثقافة الاختلاف، محتاجين ثقافة الزواج، محتاجين ثقافة العدل. كل حاجات يتسود أساسها إيه؟ التربية اللي منوطة بحاجتين، تربية في التعليم داخل المدارس المصرية، والحاجة التانية ثقافة الأم والأب في إنتاج أسرة. هو أنا بخلف على طول؟ يعني دايما أقول لهم مش أول ما بنتجوز نخلف، استنوا شوية، لأن جواز الصالونات ممكن الإنسان، يعني زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب، كل خاطب كاذب، ممكن يكون أبدع في أنه يخدعني واكتشف، أو هو كمان في سيدات بتخدع الرجال إن هي تقوى وربنا، ولكن هو يكتشف ان هو يعني خد حاجه. تخيل بقى يحصل بقى طفل من حاجه زي كده. لا، يبقى احنا مش على طول نجيب اولاد، لا، نجيب اولاد لما نطمن ان احنا قادرين ان احنا نربي هذه الاولاد. طيب انا ارجع لست النائبه سوليف. انا كنت بقول انه البرلمان ونواب البرلمان المصري وتحديدا في مجلس النواب كان في مشروعات كتير جدا لتعديلات، وفي مشروعات للقانون من بابه. ايه ابرز النقط لو صح التعبير اللي احنا محتاجين نعدلها ونغيرها حتى تضمن هذا التوازن ما بين سيدة أو زوجة مغبونة الحق نضمن لها عدلا، وما بين أب أحيانا هو كمان بيكون مغبون الحق فنضمن له هذا العدل، والولاد دول ما يبقوش طرف في الأزمة؟ صحيح. طب خليني أتكلم معاك من البداية خالص. احنا من 2015 بيقدم مشاريع قوانين داخل البرلمان لتعديل الأحوال الشخصية، سواء إن كان تعديل ضمني أو جزء منه أو كاملا، لكن دائما وأبدا يتم الضغط على أني ما كونش متجردة أثناء مناقشة هذا القانون، سواء بقى كان بيتم الضغط من جانب الرجال ومن ضمن الضغط، وفي حين أنه هو لسه ما زال مشروع، إلا أن كل واحد منهم متحفز للآخر ومتحفز للمشرع اللي شغال على هذا المشروع. وتلاقي بقى السوشيال ميديا اشتغلت وده تقول لك هياخدوا مني الأولاد، في حين أن أنت عايز تبص للقاعدة الأساسية. أنا أولا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأني اتكلم في ثلاث نقط، الثلاث نقط أهم من بعض لو خدنا بالنا منهم. النقطة الأولانية اتكلم في، قال لك عزوف الشباب عن الزواج لطالما يروا الأم والأب ويشوفوا المشاكل وآليات حل المشاكل بالأسلوب اللي احنا بنشوفه أمامنا، والمشاكل اللي احنا فيه دمار كامل في بعض الأحيان للطفل اللي بيكون هو الثمرة الأساسية لينا أو هو بناء المجتمع زي ما قالت الدكتورة. الجزء الثاني اللي كان فيه قال لك المتخصصين اللي قعدوا على منصة القضاء اللي شافوا مع تكرار الزمن المشاكل في خلال الفترة دي كلها هم اللي يساهموا في وضع هذا القانون، لأن تراكم المشاكل اللي اتعدت عليهم ممكن ما كنش أنا شفتها، ممكن حضرتك ما كنش أنت شفت حالة من الجيران أو الأصدقاء. صحيح. وأنا شفت 10-15 حالة أو سمعت أو شو، لكن هو الحقيقي والمصدر الحقيقي اللي فيه الحق كان أمام هذا القاضي. قال لك الجزئية الثالثة، قال لك الحوار المجتمعي اللي هيكون مفتوح أمام الجميع، قال لك التوازن، وأنا خايف على الانشقاق الداخلي اللي بيحصل في الأسرة كمان. ده بداية لازم نحط كلنا أمامنا مرآة لرجل حلل اللي بيحصل في المجتمع ككل وشافه. ثانيا إحنا لو بصينا للقانون ده، القانون ده بقى له قد إيه؟ قانون من 1920 حصل عليه تقريبا 7 تعديلات او 8 تعديلات، 1929 وبعدين 2008 وبعدين بعدها 2000 تقريبا اسمه قانون الخلع اللي سمي بقانون الخلع، يعني انا ممكن اسرد لك التواريخ، و2005 كل دي تعديلات على اجزاء معينه داخل القانون. 7 تعديلات على اجزاء قليله لمده 102 سنه. 102 سنه.
تخيل كم التطورات اللي حصلت في المجتمع وكم المتغيرات اللي حصلت داخل المجتمع، سواء كانت التكنولوجيا أو سواء كان ثقافة المجتمع نفسه وأسلوب التهرب من أحد بنود القوانين اللي بتبقى موجودة عليه. ألا حان الوقت للتغيير وتتركوا أصحاب الشأن يكونوا في حالة توازن كامل بين الأسرة بالكامل، إن هم يضعوا قانون متوازن يسعى إلى حل؟ الحل ده هيكون في صلاح المجتمع ككل. أهم النقط اللي حضرتك بتتكلم عليها، الرؤية، ده بند أولاني. الرؤية وما أدراك ما الرؤية وما يحدث من الرؤية من الطرفين، والعنصر الأساسي اللي بيكون مدمر في هذه الرؤية هو الطفل الصغير اللي بيشوف أبوه بيزل أو بيشوف أمه تزل أو جدته تزل لو أبوه متوفي وعايزة تشوف حفيدها، أو بيشوف أنه بيتم يعني بعض الكلمات المسيئة للطرف الآخر ويبتدي ده يشتغل جواه ويبتدي ده يفضل في ذهنه لغاية ما يتم ال 15 سنة في الفترة الخلخلة في الطفل. نيجي في النقطة الثانية اللي لازم نعدلها، إمتى يتم الإفصاح عن الطلاق الفعلي؟ إحنا عندنا حالات كتير جدا متطلقة ولم يطلقها الزوج رسميا، لازم نبص للموضوع ده. نيجي في الحاجة التانية، النفقة وحل مشكلة النفقة. هل ما زلنا نفضل قاعدين فالنيابة تقول ويجي رئيس النيابة يدي قرار آخر ونرجع تاني تستأنف على النفقة، وعشان يبهدلها يحط لها النفقة في المحكمة وعشان تصرفها تقعد شهر ونص عشان تصرفها؟ إمتى هنخليها مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة ورؤيتها في الجانب التحول الرقمي، مجرد ما تودع، مجرد ما تسمع في حسابها، مجرد ما أنا ما بهدلهاش؟ أظن في دي، يعني أنا عايز أروح فاصل، بس أنا أظن في دي لازم يبقى لنا كلام أكثر استفاضة. ليه؟ علشان هو أصلاً أنا عايز أعرف الدخل الحقيقي بتاع الزوج اللي بيعمل كل الألعاب الممكنة عشان يطلع ورقة بدخل أقل، فلما تيجي المحكمة تحكم فهتحكم بمبلغ بخس، ده على سبيل المثال لو حصل. عندي الرد يعني عليها لأنه أحد النقط. وكمان أنا بفكر محطكم بصوت عالي برضه، مسألة أنه في حال الطلاق أما آن الأوان إلى أنه الزوجة يكون لها حق في ثروة هذا الزوج ولو في شكل شرائح؟ أما آن الأوان؟ فاصل ونكمل الكلام. استاذه هبه، انا كنا بنتكلم حتى مع سياده النائبه سليفه على مساله النفقه، في حاجه سابقه وقالت لي انا عندي الحل، هي مساله انه ساعات زوج قليل الضمير بيعمل العيب وبيساعده عليها حد قليل الضمير، ففي الاخر خالص ايه اللي يجرى؟ انه يطلع ورقه بدخل اقل من دخله الحقيقي ويقطر على اولاده، يعني يا ريته بيقطر على على اولاده. طب نعمل ايه؟ دائما ما بنستفاد من حضرتك. لا العفو يا فندم خالص، والله خالص. شوف حضرتك جبت الكلمه اللي هي مفتاح حل كل ده، الضمير. تكوين الضمير من سن 11 سنه، اذا انا فعلا عايزه اكونه يبقى انا لازم ارجع للمدرسه. للمدرسه يبقى المفروض الخطاب الديني داخل المدرسه يتسم بطريقه تؤثر في ابني من وهو صغير او في بنتي من وهي صغيره، عشان تعرف واجب الزوج ويعرف واجب الزوج، يعني كل واحد يبقى فاهم يعمل ايه للتاني. ومعاني الدين وسماحته، مدرس الدين ما يبقاش مدرس العربي وياخد حصص دين، لا، لابد من تدريبه ولابد من انتقاء واختيار ما يفيد ويدعم بناء الضمير، لان حضرتك قلت دلوقتي اب عنده غياب للضمير، لكن لو انا بعد اباء وامهات منذ الصغر لا يمكن هيكون الضمير بهذا الخلل او هذا العوار. يبقى انا محتاجه سوره النساء بتفسيرها الصحيح، محتاجه الاحاديث، محتاجه المعاني. يعني الزمخشري لي كنت قريت له حاجه جميله، الانسان صنع الله لعن الله من هدمه. يعني هي الست طبعا لما تهدم، لما الاولاد يهدموا، يبقى سبب في كده الاب. يا دكتوره اي مواطن حضرتك بتخرجولي للوطن، اي مواطن، يبقى المدارس لابد من دخولها. طيب احنا دلوقتي بنقول تطوير التعليم، وبصراحه انا لمست التطوير بالرغم من كل اللي كانت الحاجات في سنه رابعه، لكن انا ابني عشان انا اللي ماسكاه كأم في الاخر اللي هو معالي الوزير كان عاوزه اتحقق مع ابني. يعني لقيت ان المناهج لما اتطورت عشان انا معاه فيها، لكن طبعا اعداد وتطوير المعلم نفسه ضروره حتميه
عشان كده بقول لك هو الموضوع كذا حاجه هنشتغل مع بعض كذا 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 حد الاعلام. انا باحترامي الكامل للتلفزيون المصري والقنوات التلفزيونيه، لكن عبوري لهذا الجيل من خلال التيك توك، من خلال الفيسبوك، من خلال اليوتيوب، نفس حضر نفس الاعلاميين، ولكن من خلال هذه القنوات عشان يلمسوا ازاي اتصرف، ازاي اتعلم، لان هو طول اليوم ماسك لي الموبايل. يبقى انا هكون الضمير، انا الضمير، ما انا عايزه الضمير. حضرتك قلت الكلمه المفتاح، الضمير، سن 11 سنة يعني المدرسة اللي أنا خليه في الأب في الآخر يتفنن أن يسحب الأمن والأمان ويسيء العشر الإنسان هيحاسب عليه أمام الله. أنت أديك نظيفة ما فيش جريمة، لكن ربنا هيحاسبك بكل أمانة على اللي أنت عملته في ولادك وفي مراتك. طب ده بيحصل لما، عشان كده أنا قلت أنا عارف أنه هيتقال أنت بتفتح بوابات الجحيم يا عم يوسف، عاوز الستات يحصلوا على جانب من ثروة الزوج. ما هو أنا بقعد أفكر بصوت عالي، ورزقي ورزقك على الله بقى. النهاردة واحدة ست جوزت الراجل ده 5 ولا 10 ولا 20 سنة وخلفت ناس زي الفل، وربت وكبرت وعملت اللي عليها تلت ومتلت، وكانت صالحة إلى أبعد الحدود. هذا الرجل لأي سبب، أنا مش هظلمه دلوقتي يعني، قهرها مش أكبر قهر، فيقول لها خلاص طالق وروحي على بيتكو. هو فين البيت؟ مفيش. فين الشغل؟ مفيش. اشتغلش، عايشة على أساس أن هذا الرجل هو ضل راجل ولا ضل عيد، فهي كده خلاص في حالة من حالات العزلة. صحيح. ومعهاش سلاح تواجه بيه الحياة، تعمل إيه؟ أما أن الأوان أن احنا في ظل القانون المتوازن نديلها حتة من حقها. بص، صدقت القول، ودي أزمة لازم ما نحطش راسنا في الرمل فيها، برغم أن هي طبعا إحنا لن نخرج قانون لا يتم عرضه على الأزهر الشريف ولا طبعاً نخالف الشريعة الإسلامية في أي وضع من الأوضاع، ولكن هناك عناصر أخرى داخل هذا القانون ممكن نتكلم فيها. لما قلت لك القانون السابق عفى عليه الزمن، عقد الزواج ألا يجوز أنه هو يكون اتفاق بيني وبينك، ويكون هذا الاتفاق فيه بنود تعطيني حقي لو أهجرتني بعد 25 سنة وأصبحت لديك مالية معينة؟ يجوز في عقد الزواج، لأنه عقد، وهذا العقد هو عقد شريعة المتعاقدين بما فيه. هنا أقدر في هذا العقد نبتدي نحط بنود، ولكن يكون في متخصصين يقدروا يقولوا، عشان ما نخرجش على حيز يخرج علينا ناس تانية يقول لك ده بدأوا يتلاعبوا في أشياء معينة ما ينفعش يتلاعبوا فيها. إلا أن هناك بعض البنود اللي لازم تدرس. هل تعلم أن تعريف الزواج ليس موجود في القانون السابق؟ التعريف نفسه في آليات وكيفية الزواج وعقد الزواج فيها يكون عبارة عن إيه بالظبط مش موجود في القانون السابق برغم المتغيرات. وعشان كده ظهر عليك بعض مسميات الجواز اللي أنا أعلم بدأت تظهر علينا من أماكن أخرى، مش عايز أقول بلدان أخرى، ولكن مش هنتكلم زي الميسار وقال لك حلال حلال حلال. أنا وضعت لنفسي قانون أحوال شخصية، لازم أعرف يعني إيه الزواج، وأعرف اللي ليه واللي ليك واللي عليا واللي عليك، لازم يعرف فيه حتة عقد الزواج. سريعا برضو حضرتك سألت سؤال وده مهم قوي، أنا معاك إن لازم في العقد ده يوضع فيه بعض الالتزامات على الرجل إذا طلق الزوجة بعد 25 سنة أو 20 سنة وتضخمت ثروته لوضع معين، لأنها كانت شريك أساسي في هذا الثمار اللي طبعاً هو أصبح فيها، هي شاركت في صناعته، توفير لها مسكن يليق بيها بعد السن ده، توفير لها معاش تقدر تعيش فيه بعد السن ده، ده في العقد يا فندم، في العقد لازم يوضع في بنود العقد بعض البنود اللي تحمي المرأة من غدر السنين وغدر بعض الشخصيات اللي بتبقى ما عندهاش ضمير في التعامل وفي ودي. على فكرة أنا أحييكي على الجزء الخاص بالبيت. وحضرتك لو خارج من بيت معلمك يعني إيه حق، ويعني إيه قرآن، ويعني إيه أخلاق، عمرك لا هتهين أبنائك ولا هتهين المرأة اللي عاشت معاك سنوات من العمر تحت سقف واحد قصاد العناد وتدخلها محاكم، وولادك يحسوا بالقهر النفسي اللي هم هيحسوه. فده جزء مهم جدا لازم نحط عليه دايرة كبيرة جدا. ثانيا حضرتك قلت لي آليات إثبات الدخل، لو جينا نتكلم على آليات إثبات الدخل، في القانون الحالي آليات إثبات الدخل موجودة، ولكن التلاعبات اللي بتحصل فيه، ممكن اخد قرض على فكره النهارده ناو، وانا انت جاي تحصر لي الدخل بتاعي، المحامي بتاعي راح اخد اذن من المحكمه بيقول هيطلع الورق ان الراجل واخد قرضه وعليه التزام وعليه التزام هو مسدده بعد بكره بالظبط.
مفيش ضمير، فلازم يتحط. ما احنا اصبح هو بالقانون ماشي صح، هو صح، لكن اصبح غير كده. لو انا تاجر بقفل السجل بتاعي لفترة معينة، لو أنا بشتغل في الجانب الحكومي أخد بعض البنود والخصومات والحاجات، وده تلاعبات. لازم البنود القانون في المادة دي، في المادة دي أقدر أعمل التعديلات وفقا للمتغير اللي حصل في المجتمع. أصبح عندي قدرة أن أنا ألعب في الداتابيس وغير شرايح مرتبي بالكامل، وانا بطبع لك اطبعها وممكن تبقى مزوره لكن ما تثبتش انها مزوره، حتى لو سليمه هيطلع البتاع بالاساسي مش بالمتغير والبدلات والمش. التحول الرقمي هيكون عنصر اساسي لو الدوله كلها اجتمعت ان احنا نخلص الفكر اللي هو ماشي بيه الدوله في السرعه اللي احنا شغالين بيها. اقدر مجرد ما تترفع الدعوه ومجرد ما يبتدي يذكر اسم الراجل ابتدي اشوف دخله قد ايه، اي يوم حصل هذا التلاعب في هذا المستند، او خد القرض يوم. معنى انه خد القرض بعد الطلاق بشهرين المحامي قال له، معنى ذلك انه ده في نيه انه هو يتلاعب في مستوى الدخل، فابدا اشك. لازم لكن ده مش اخير اخد قرار، بس افضل متابعه، متابعه اركز معاه بالظبط. طيب انا مفترض انه الحلقه خلصت، بس انا مش عايزه تخلص غير لما نعمل حاجه لطيفه كده فيها انتر اكتيفيتي ظريفه جدا. انا عايز استاذه هبه كخبيره في قضايا المراه، هي بقى هتقول لسياده النائبه احنا عايزين في القانون 1 2 3 او توصياتنا في التعديل 1 2 3، وانا طبعا عارف انه هيتعمل لجان استماع وما الى ذلك، فلتكن واحده من هذه اللجان ولو لمده دقيقه دلوقتي. طيب أقول أنا مبسوطة جدا بالنهاية الحلوة دي، لأن النهاية دي هي دي أرض الواقع. إحنا كمواطنين لينا طلبات بتناقش وتنفذ وبيعلنها وبيشاركنا الإعلام والحوار الجيد. أولا إحنا عايزين المصلحة الفضلة للطفل من 3 جوانب، الناحية الشخصية المأكل والمشرب، والناحية المالية المصاريف تبقى نفس المستوى اللي ما قبل، وده يثبت بفواتير يعني المعيشة، يعني فاتورة السوبر ماركت، المدارس اللي قبل، المستوى الاجتماعي اللي كان ابني أو بنتي قبل الطلاق تثبت فيه. ويبقى فيه سرعة في الإنجاز. الناحية التعليمية نفس المستوى التعليمي، ما يبقاش هم بيثأر منهم الأب وينزل مستواهم ويوديهم مدارس. مدرسة دي بتبقى الأمان والصحاب، يعني أنا إلى الآن مش عارفة أنقل ابني عشان الصحبة اللي حواليه. الحاجات المالية برضو محتاجين تكون واحد. كل ده عايزينه في جلسة واحدة في المحكمة، طلاق، رعاية، تعليم، وبعدين يثبتوا بقى حاجه زي كده. هتبشرينا؟ طبعا النائب العام، انا اسفه طبعا انقطع، بس لو انت حضرتك، انا بشكر طبعا النائب العام من هنا القرار اللي اتخذه من اسبوع في سرعه الاجراءات الخاصه بحيازه المسكن عن طريق التحول من الورقي للالكتروني. دي في حد ذاتها بشره خير، واعرفي ان منظومه شغاله بقالها 6 شهور بيحاولوا يعملوا الموضوع التحول الورقي. الحاجه الثانيه اللي انا بطالب بيها بقى وسندك معاها، يا ريت كلنا نطالب بيها، انا عايزه رغم ان هي امكانياتها كتير وانا عارفه كده، نفسي في شرطه متخصصه لمحاكم الاسره هتقضي على 3/4 المشاكل اللي احنا فيها، بالذات مشكله الرؤيه هتخليني في نوع من انواع الاتزان لبعض الشيء، والامن والامان في تحرك الاولاد لبعض السيدات المتعصبه او بعض الرجال المتعصبين في التعامل ونقل الولد من مكان لمكان. نفسي في مكان يليق في كل محافظه يتواجد فيه الاسره لموضوع الرؤيه، زي فندق، زي اوتيل، زي شقه شكلها لائق، ان الاب يعرف يقعد مع ابنه يوم كامل او 3-4 ساعات بشكل يليق بيه، هو اللي جايب كل حاجه، حتى لو هيدفع هو فلوسها يدفع فلوس اليوم دوت، بس يقضي فيه حق رؤيه لما هو ابعد، يعني ابنه يبقى عنده، مش هقول حتى كلمه يستضيف، ده ابنه. لا لا، لو عملنا الشرطه، لو عملنا الشرطه المتخصصه اضمن انه ده اللي هيتعمل بالفعل، لان ده مين اللي هيسلم ويستلم؟ هي الشرطه المتخصصه اللي هتسلم. ولو الطلاق اتعمل بطريقه سليمه انا معاكي في كل طلبات، بس احنا محتاجين حلقه ثانيه. ده احنا هنعمل حلقة تانية، هنعمل حلقة تانية وحلقة تالتة والله العظيم، كلام كتير كلام بجد. يعني أولا أنا بجد عايز أشكر حضراتكم، وأنا بعتذر على الوقت الضيق ده، لكن فلتكن
يعني باللغه العربيه الفصحى كده لبنه ولو صغيره نبني عليها بناء ضخم جدا متعلق بقانون متوازن للاحوال الشخصيه. انا اشكركم جدا بجد على وجودكم معنا النهارده استاذ هبه الصباحي وسياده النائبه سلاف درويش، منورنا وهتنورونا تاني وتالت، وقد تكون الجلسات فيها ايضا المزيد من الضيوف ونعمل مائده مستديره اكثر اتساعا، اتمنى ذلك. كل الشكر لحضراتكم مره ثانيه، وكل الشكر طبعا للناس اللي شافتنا النهارده. كل عام وانتم بخير يا ساده الكرام. بالمناسبه انا بس عايزكم تاني، ممكن نعمل مع بعض هوم ورك كلنا كده تحت عنوان السؤال هو رئيس السيسي عمل ايه، ونكتب كل واحد شايف حاجه رئيس عملها نكتبها ونقعد نقرا. عمل كتير مش كده؟ تخلي في ناس لسه بتسال انا مش عارف عشان احنا عندنا ذاكره السمكه بننسى احنا كنا فين والدمار كنا فين وبقينا فين، ونسينا على الراحه والرحرحه. نسينا من 10 سنين واحنا خايفين نخرج من بيوتنا وخايفين نودي ولادنا المدارس، فعشان كده احنا نسينا. بس دي كانت ليله، ده نقولي تحت البيت كسروا البوابه، جبنا بوابه جديده والله، بس كان وقتها الحديد سعره قليل عن دلوقتي. ربنا يبارك لكم. خلصت الحلقه لحد كده، ولو كلنا العمر نتقابل ان شاء الله ان شاء الله بكره وبرنامجكم التاسعه. سلامات.